اهلا بيكم جميعا، انا اسف واعتذر انا اتاخرت، انما كان عندي مكالمه ما قدرتش اسيبها، والحمد لله كل حاجه يعني ما فيش مشكله في اي حاجه الحمد لله. انما ايه، عايزين نكمل بقى النص التاني اللي هو على برضه ثينك جلوبالي موديل ريجنالي اند اكت لوكالي. هاخدكم معايا بقى في مشوار حول قضيه الامن الغذائي، وهبتدي اتكلم على السيناريو بيلدينج. السيناريو بيلدينج ده يعني اللي هو in very complex situations ما ينفعش الواحد يعتمد فقط على الموديل باعتبار ان هو كأنه حل لمعادلة، لانه الواقع ما هياش معادلة، الواقع تفاعل كم كبير جدا من variables، وبالتالي عايزين نعمل رؤية مستقبلية واستكشافية، والمودلز بتبقى بتبني لنا سيناريوز مختلفة. في البيئة مثلا، في البيئة والطاقة، الدراسة الجلوبال اللي اتعملت فيها 42 سيناريو فاريشنز، انا هتكلم عنه، ويمكن دلوقتي بنعمل واحد في المية. ففي قضية النيدد موديلنج ايه هو؟ في حاجة نوع معين من المودلز مختلف عن الطريقة دي اللي هو الايجنت بيست موديلنج، وفي بقى حاجة هقول لكم حاجة عن الجلوبال اكسرسايزز، وبعدين towards the quantitative modeling for Egypt in food security، وانهي كلمة بorganizing ourselves for action. الموديلنج ده اتكلمنا فيه ازاي ان الموديل ده لازم يؤدي الى اختيارات والبرايورتيز، وبعدين implementation والresponses والmonitoring of outcomes، وان ازاي ده محتاج ان يبقى فيه political leadership public awareness فوقيه، انما ان المونيتورنج اوف اوت كامز والري اسسمنت ده كله ده بيحتاج لميجرمنت واناليسيس الى اخره. الاوبجيكتيفز عايزين compatibility with global and regional modeling exercise، الحاجه اللي هنعملها locally لازم تبقى متمشيه معاهم. عايزين نعمل focus on adaptation، الكلام اللي كنا بنقوله في الجلسه اللي فاتت، على اساس والله جاي بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، بعد 15 سنه، على الاقل هنبتدي نعمل ادابتيشن ازاي. يعني الناس اللي عايزه تعمل ميتيجيشن وتمنع انه يجي او تاخره او تغير الكيرف بتاع الاكتشوال كلايمت تشينج از انذر اكسرسايز. يعني اساسا تو هيلب جايد لوكال اكشن ديسبايت فاست انسرتينتيز، يعني هو يمكن الجمله الثالثه دي هي الاساس، ازاي هجايد لوكال اكشن رغم الانسرتينتيز الكبيره اللي موجوده. فاحنا اساسا عايزين نبقى نعمل تشيك ان احنا within الرينجز بتاعت الانترناشونال فيجرز، انما بما ان الفوركاست دي ار بينج ابديتد، ومتوقعين مثلا 2014 كل النيو فوركاست هتطلع من الميه عالميا ومن الانرجي، والاي بي سي سي هتطلع نيو سيتس اوف نمبرز، فهنبقى يعني النيو انفورميشن دي لازم تخش في النيو موديلنج اكسرسايزز. ميتيجيشن طبعا دي قضيه ثانيه، والوفود المصريه بتروح تحضر المؤتمرات دي، انما ايجيبتس كونتريبيوشن الحقيقه هاز بين فيري سمول تو ذا جلوبال بروبلم. الايفكت ويل تيك ا لونج تايم تو بي فيلت. ايجيبت از فولنربل تو ذا امباكتس ان ماتش فاستر تايم فريم، ولذلك وي نيد تو اكت رايت ناو. We need to assess our vulnerabilities، وانا هنا مركز على الامن الغذائي، وانه ال probable time frames نتكلم في حدود 5 سنين ولا بنتكلم في حدود 50 سنة. probable time frames، كلمة probable دي مهمة قوي، وما بقولش time، بقول time frames، يعني تتكلم في حاجة في حدود من 5 ل 15 سنة، ولا حاجة في حدود من 30 ل 50 سنة، لان طبعا في حلول تقدر تعملها على 30 50 سنه غير 5 ل 10 سنين، يعني عايزه تفكير كده بس ان ذات اوردر اوف ماجنتيود. في حاجه اسمها نو ريجريتس بوليسيز، لو الواحد ممكن يعمل حاجه ذات هاز نو ريجريتس، هي وات ايفر ذا اوت كم، ذاتس ذا بيست واي اوف ديلينج وذ انسرتينتي. يعني هديكم مثل يعرفوا الدكتور مجدي والزملاء اللي من الاي تي هنا، بعض زملاء مكتبة اسكندرية، في مشروع اسمه اليو ان ال اللي هو بنشتغل فيه على الكمبيوتر باللغة العربية.
وده مشروع بدأ مع الأمم المتحدة عشان نعمل ترجمات من لغات مختلفة في العالم، في 48 لغة مشتركة فيه من وإلى اللغة العربية. في الشركات الخاصة زي جوجل وغيره بيعملوا مودلز، بس هم المودلز بتاعتهم مبنية على probabilities، statistical probabilities. احنا المودلز بتاعتنا مبنية على rule based systems. السؤال هل الرول بيزد سيستم هيكسب ولا يخسر قصاد الستاتستيكال بروبابيليتي سيستم كابروتش كوسيله للترجمه؟ واذا كسبت الستاتستيكال سيستمز بتاعت جوجل وغيرها، هل كل الجهد اللي حطيناه في الدراسات اللي عملناها دي كلها هيبقى ضاع، بتاع اليو ان ال ضاع؟ فانا بالعكس انا بقول اليو ان ال ده از موديل اوف النو ريجريتس بوليسي، لانه حتى لو لم يستعمل للترجمه الاوتبوت اللي طلع ده بنى الفرشه اللي كان تنقصها اللغه العربيه عشان الكوانتيتيف لينجويستكس. بنينا مدونه الانترناشونال كوربس اوف عربيك 100 مليون كلمه، ده جدول في 100 مليون سطر و16 عمود، تخيلوا يعني. ففي دي حاجات هتنفع اللغويين لجينيريشنز تو كم، لانه كان ناقص. مجمع اللغه العربيه بتاعتنا ناس مؤخرين جدا بيتكلموا في سيبويه وابو الاسود الدؤلي ومش عارف ورد في المعلقات السبع كان ايه وبتاع يعني. انما احنا عايزين مجال في مودرن كوانتيتيف لينجويستكس مفيش فرشه عربي، فاحنا اسسنا الفرشه دي. فحتى لو الاوتكم ده ما نجحش، الاوتكم ده موجود، وبالتالي الانفستمنت ده I will have no regrets about it. ان انا اقول يو I invested in this وبعدين ما نفعش، it didn't happen. When you decide اثناء السيناريو بيلدينج دور على ايه الاستراتيجي اللي اقدر اعملها، لو عندك استراتيجي that results in a larger number of no regrets actions, it is worth pursuing strategy دي، خصوصا في فترة uncertainty، لأنه وقتها بقدر أضمن نفسي أنه يعني مش هستثمر في حاجة وبعدين تطلع حاجة تانية keep it out of بتاع. And then identify priorities إلى آخره. The obvious adaptation measures طبعا green economy. This is a win-win strategy في الانرجي والووتر والبولوشن والفود والانفراستراكشر. مينيمايز البولوشن، انكريس الريسايكلينج، الريسايكلينج كفاءة بتاعته هتزيد لما البولوشن تقل، يعني حاجات كثيرة من هذا النوع. We need to focus on agriculture and water with a drive towards food security and well-being. Increase the resilience of the delta اتكلمنا فيها. Based that on numbers and on modeling. Imperfect numbers, but the numbers. طيب الconceptual quantitative techniques، انا عايز اقول كلمه على agent based models لانه ليها دور. هي اخذت parallelism من البيئه، ولكن التطبيقات الاكثر فيها اتعملت in closed ecosystems و in economic analysis which is very unusual. الحقيقه الايجنت بيز موديلنج دي عملها مجموعه من الناس على راسهم كان براين ارثر، وبراين كان وقتها كان في سانتا في انستيتيوت، وكان هو الدين بتاع البيزنس سكول بتاع ستانفورد لمده 15 سنه، وكان راح اشتغل في سانتا في مع ماري جيلمان نوبل لوريت في الفيزيكس والجماعه دول، ومولهم وقتها في السبعينات جون ريد اللي هو كان رئيس سيتي كورب. جون ريد قال لهم انا عندي التوب ايكونومستس اللي موجودين في العالم في نيويورك في وول ستريت، فانا يعني بمولكم تعملوا لي منهج فكري جديد للتعامل مع الاقتصاد والستوك ماركت والحاجات دي. فتسمعوها بقى من براين ارثر القصه دي. طبعا احنا في الاقتصاد، في زميل هنا من الاقتصاد، اول حاجه بنتعلمها سبلاي اند ديماند، تقاطع السبلاي اند ديماند والاكوليبريم بوينت از له برايس معين ولو كوانتيتي معينه عند التقاطع بتاع سبلاي اند ديماند.
وبعدين تعلمنا بعد كده بنينا جنرال اكوليبريم مودلز على الاقتصاديات كلها وبتاع. فاللي كان حاصل بقى في سانتا في، ودي ميزة ان الواحد يجمع انتر ديسيبلينري تيمز، كان في فيزيسيست، ناس بتوع فيزياء مالهمش دعوه باقتصاد خالص. فبدأ براين ارتر يكلمهم يقول لهم بقى جنرال اكوليبريم موديل، قال له هو تولد يو ذات اتس ان اكوليبريم؟ قال لهم يعني ايه بقى، استنى شويه بقى، ده انا هنا علم الاقتصاد كله مبني على اساس ان في اكوليبريم بوينت. قالوا طب وش عرفك ان السيستم بتاعك از ان اكوليبريم؟ افرض ما هواش. قال لهم ات مي نوت بي بس ات ويل موف توورز اكوليبريم. ولا هاو دو يو نو اتس جوينت تو موف توورز اكوليبريم؟ مي بي ات ويل اكسبلود. فبيقول لي انا اي هاف نيفر يعني في دراستي من الاندر جراديويت للبي اتش دي لتدريسي في الايكونومكس مجموعه اسئله خارج اطار الذهني بتاع الايكونومكس ما كانش وارد. فانتهوا في الاخر انهم عملوا بريك ثرو بالايجنت بيزد موديلنج. الايجنت بيزد موديلنج بقى اتطبق كتير في الانفايرمنت وفي الستوك ماركت. قال لك ايه، طيب ليتس فيس ات، انه الناس ما عندهاش نوليدج، فيري امبرفكت نوليدج، وبيعملوا قرارات، وهو تجميع القرارات دي هي اللي بتدي الاتجاهات اللي بتخلي ناس تانية تعمل قرارات زيها. فالناس بتشتري في البورصة، والله انت طبعا هتقولي اللوجيك انك انت to buy at the lowest point and sell at the highest point، بس you never know what was the lowest point وال highest point الا ex post، بعد ما تشوف اللي حصل فعلا وتقول اه فعلا انا بعت واشتريت مظبوط ولا لا. You can only know ex post يعني. فاثناء ما انت بتعمل الشروه او البيعه بيبقى ال knowledge بتاعك is imperfect. فقال طب هنعمل ايه موديل للناس، هي انها حاجه كده لها قواعد معينه نحطها جوه الكمبيوتر وتتفاعل مع بعضها مليون مره، 2 مليون، ده 10 مليون مره، وبعدين نشوف الريزلت شكله ايه. فهنا بقى ده كومبليتلي ديفرنت كونسبتشوال موديل عن اللي احنا بنعمله. عملوه في الايكولوجيكال موديلنج بريدتور براي مودلز، لو الغزال البوبوليشن بتاعته هتزيد ولا هتقل، لو السبوعة مش عارف حصل له يعني حاجات كده يعني. الانفيجن سكسيشن بتاعت سبيشيز، لما بتخش سبيشيز في منطقه معينه انفيزيف سبيشيز والحاجات دي، هاو ال سبريد، استعملوه بعد كده في الابيديمولوجي كمان عشان يعرفوا الامراض بتنتشر ازاي. فاساسا the system is so complex that we cannot visualize the relations to be able to construct a simplified model. فاحنا or the relations can change over time. فبيعملوا agent based modeling. The stock market was where it started الحكاية دي، ولأنه كمية الترانزاكشنز متأثرة بتصورات الناس أكتر منها متأثرة بأي معلومات حقيقية يعني. وعايزين بقى زي ما انت شايفه كده يشتري يبيع at the high point، بس هو فين الهاي بوينت بقى؟ الهاي بوينت ده بنعرفه فيما بعد يعني. فعملوا الموديلنج ده، والاحسن صوره هوريها لكم الكالتشر ديش ابروتش بتاعته دي. يو كونستراكت ا فيرتشوال ايكونوميك وورلد او ا فيرتشوال ايكولوجيكال وورلد، يو سيت انيشال كونديشنز، وبعدين الايجنت انتراكشن بينهم وبين بعض allows that world to develop over time. يعني حط الانيشال كونديشنز، I leave the agents دي لوحدها. يعني مثلا الايجنت يقول لو التو ايجنتس اللي جنبك choose to sell you sell، لو واحد بس sell والتاني buys hold ما تعملش حاجه، لو الاثنين buy you buy معاهم، حاجات كده يعني. ف وبعدين بتشوف بقى هل بيحصل regularities، هل بيحصل patterns، هل بيحصل impressions جديده ولا لا. ف this is a completely ده بيسموه agent based modeling او agent based computer economic modeling. واتعمل له بقى adaptation to environmental condition, social communication, goal directed learning, autonomy. كل ده دخلي جوه ال agent نفسه، البرنامج الصغير بتاع ال artificial agent الافاتار ده بيشتغل بالطريقه دي.
where they can be situated in realistically rendered problem environments. يعني بخلق ال initial conditions تسمح لنا نعمل كده وبسمح بقى بال behavior interaction patterns بتاعتهم to evolve over time. يعني هقول انه اذا لاحظت ان زي القاعدة الأولى اللي كنت بقولها لو الاثنين اللي جنبك بيبيعوا بيع زيهم لو لقيت ان الماركت نزل بعد فترة معينة غير الباترن بتاعك يبقى مور كوشس اور ليس كوشس نقدر نبني الحاجات دي انتو ذا كمبيوتر مودلز ذيم سيلفز. الامبليكيشن بتاعتها بقى الديستريبيوتد ايجنت كنترول از نوت ديستريبيوتد ايجنت اكشن. يعني انا مش بس بقول ان الايجنت دي ممكن هيبقى لها اكشنز مختلفه بقول لا ان الكنترول نفسه از ديستريبيوتد. يعني ذا ايجنتس كان ديسايد فور ذيم سيلفز ويتش اكشنز ذي بيرفورم وانا ما اعرفش. يعني حطيت قواعد معينه وبسيبهم. وعلى فكره ال عشان انا حطيت لكم الجارجون هنا لو تقروا في البيبرز هتلاقوها unpredictable endogenous heterogeneity. يعني ان an ACE model الايجنت doesn't know what other agents will do. That's what it means كده بال plain English. بيفكروا في الحكايه دي جدا دلوقتي في حته فيها شغل كتير قوي very advanced work بيتعمل في الحكايه دي واللي هو علاقه بال artificial intelligence في الجيش الامريكي على الروبوتس. طبعا احنا عارفين الطيارات البريدتور اللي بيبعتوها دي من غير بايلوتس وبتاع. فبيفكروا انه الجيش المستقبل هيستعمل مور اند مور روبوت ماشينز. فالسؤال وكان عندنا على فكره واحد قدم السنه اللي قبل اللي فاتت السنه اللي فاتت قدم بيبر هايله على الموضوع انه هل they will try to build in ethical dimension في الروبوت ولا لا؟ لانه قال في ثلاث انواع من التعامل مع الروبوتس دي. واحده ان في بني ادم somewhere قاعد في كاليفورنيا ولا بتاع وشايف كده زي ما انا شايف في الكمبيوتر بتاعي اللي شايفه الروبوت في المعركه وهو اللي بيحركه بيديله اوامر والروبوت بيتحرك طبقا للاوامر اللي مبنيه من الشخص اللي بيشوف الحاجات دي ان ريل تايم. او انه ممكن اطلقه لفترات معينه بس اي كيب الهيومن ديسيجن ان ذا لوب. يعني اقول له تروح وتستكشف واذا لقيت روح على حته لو لقيت مثلا هيت سيجنتشرز وفي حاجات حيه في الحته دي في وسط الصحراء اللي انت ماشي فيه لقيت تجمع الهيت سيجنتشرز ان في ليفنج بينجز تبعت لي مسج وانا هقول لك فاير اور دونت فاير. هبص الاقي شويه خرفان وثلاث اربع تنفار قاعدين معاهم دي حاجه. لو لقيت تحرك بتاع الجيش اقول له فاير الثانيه اقول له دونت فاير. انسان برضو اللي بيعمل مش بقى الاولانيه الانسان بيحركك خالص الثانيه بيتفاعل معاه. ثالثة ان بديله قواعد يمشي عليها وهو اللي بيقرر لوحده. فبيقول لك طبعا ان دي كانت مخوفه الناس جدا. اتس فيري انترستنج بقى. والحقيقه زي ما هو قال برضو انا احيي الحكومه الامريكيه انها نشرت المعلومات دي لان احنا كنا لسه بنتكلم على ان المعلومات مش منشوره في مصر. نشرت المعلومات دي على نفسها يعني. قال طبعا ان الناس كلها بتقول لي انه لا لازم ethics تحتاج ان يبقى بني ادم موجود. فقال احنا عملنا السيرفي على العساكر اللي راجعين من الحروب والحكومه الامريكيه نشرت الاحصاءات دي. 47% يعني تقريبا 1 out of 2 would not report a colleague who killed a civilian. لا 1 او يعني نص will not report لانه بيقول لك بتبني علاقه قويه جدا من الناس اللي بتبقى بتحارب في مناطق فيها يعني يا قاتل يا مقتول لا يعني لايف وور بقى بيضرب وبيضرب وده
يعني وبيشتغلوا مع بعض، ده بيحمي ده وده بيحمي ده، فخلق في بوند قوي جدا. ولو واحد منهم غلط وقتل سيفيليانز they would not report it. يعني واحد يقول لا غلط خلاص، احنا في وسط معركه وبضرب رصاص في وسط ومش عارف ده اللي طالع من ورا الباب ده سيفيليان ولا ميلي، فخلاص ضرب واحنا كان ظروف صعبه، خلاص بقى حصل اللي حصل بقى مش هنتكلم فيه. قالت طبعا الروبوت لا هيسجل والريكورد هيبقى موجود والرولز بتاعته هتخليه ريبورت. فقال اتس نوت كلير ده، بس فبقول لكم ان في الحته دي في فيري بيج ادفانسز بتحصل في الايجن بيز موديل. اي دونت اكسبكت ذات وي ويل يوز ات، بس اي جاست wanted تو ريز ات، ان دي ا هول فاميلي اوف ديفرنت كايندز اوف موديلنج استعملت في الايكولوجي، استعملت في الايكونومكس، استعمل في الميليتري، غير الفاميلي اوف مودلز اللي احنا بنحاول نعرف العلاقات ما بين الحاجه وبعضها. هنا بقول ما اعرفش العلاقات هتنتهي على ايه، ما اعرفش الروبوت ده هيروح يموت ناس ولا لا، بسيب قواعد معينه وبخلي الحاجات تتحرك. فديز جاست تو نو اتس ذير بت اتس نوت وات وي ويل موف رايت ناو، لان احنا هنتكلم على الابلايد سيستمز اناليسيس. الجلوبال اكسرسايز اللي موجوده فيه بقى بنعمل سيناريو بيلدينج مع اليونسكو مع اليو ان ووتر ومع الورلد ووتر كونسل ومع الورلد اسسمنت بروجرام وحاجات كتيره جدا في الحاجات دي. الميلينيوم ايكو سيستم اسسمنت مثلا بيبتدي اتس جود يعني سمبل اكسرسايز الباست لغايه سنه 2000 وان باث، وبعدين عملنا فور سيناريوز سميناهم جلوبال اوركستريشن تكنو جاردن ادابتنج موزيك اوردر فروم سترينث. ده مور جلوبال، ده مور ريجنال، ده مور برو اكتف، ده مور رياكتف. وبعدين بنعمل لهم فوركا يعني بيكتشر بتاعت 2050، وطبعا السيناريو بتكمل بعد كده. فالسيناريو بيلدينج بيبقى ماشي تو تارجت كوادرانس معينه، وبحيث ان السياسات اللي ماشيه كده دي هتوصلنا هنا، مجموعة السياسات اللي هتيجي كده هتوصلنا هنا وهكذا. That's the idea of scenario building، وبشوف ازاي هأثر على السيناريو بالدرايفرز بتاعته. ال water withdrawals مثلا بتبان this is very interesting، كل ال water withdrawals بقى different forecast بتاع جي او 4 وال OECD سي دي وجي او 5 وما الى هذا. ال forecast بتاعت ال global water withdrawals in cubic kilometers. يعني we still as you will note في a huge range، يعني الفرق هنا الناس اكتر من 7000 وهنا ناس اقل من 4000. فزي الكلام اللي كان بيقوله دكتور صلاح من شويه هو ماينس 70 بلس 30 ولا الله اعلم، يعني في رينجز كبيره. الكلايمت سيناريوز كذلك اتعملت في several families، ال A1 forecast وال A2 وال B1 وال B2 دول اللي هم special report on emission scenarios ال SERS وكانوا labeled كده، ودول ال environment بتاعه صورهم كشكل شجره global و regional برضه و economic و environmental. انما لو قلنا ان في four scenarios دي families of scenarios، كل واحده من دول is a family، وداخل كل فاميلي في مجموعه ثانيه، وداخل كل واحده في الاستركتيف سيناريو ماركر سيناريو، وبندور على الفاريابيليتيز اللي بتيجي فيها. عشان كده قلت لكم مثلا في الانرجي المجموعه لما نوصل تحت هنا في 42 سيناريو جروبت انتو فاميليز، وكل فاميلي عندها ستوري لاين عشان نقدر نوصل له. الرينج از فيري انسرتن دايما. ادي مثلا الاس سي ار اس سيناريوز، ده الرينج از 1990 المينيمم ان ذا داتا بيس، وده الماكسيمم ان ذا داتا بيس اوف اول ذا فوركاستس ذات هاف بين دان. ودول اغلب المودلز اللي موجوده في الحته دي. وطبعا بتيجي الاي بي سي سي هتاخد حاجه في الرينج ده somewhere في الحته دي. انما الانسرتينتيز دي از بيلت انتو ذا ايديا اوف سينما. مفيش حاجه اسمها ان واحد يعمل بيرفكت فوركاست لان الفاريبلز ار تو بيج. فهنا بنقول مثلا طب العالم هيبقى شكله ايه؟ ففي فاريشن ما بين ان الفيرتيليتي ديكلاين هيبقى اسرع قوي،
in which case هنقدر نقف عند تقريبا 9 مليار، وفي يقول لك لا وهنوصل لغايه تقريبا 11 مليار، فيعني في فرق كبير ما بين الاثنين، 2 مليار يعني. ف it's quite a big scenario. الانرجي سيناريوز اللي هم 42 سيناريو اللي قلت لكم عليهم دول اتنشروا في الجلوبال انرجي اسسمنت، وبيتكلم على ايه مدى التحول اللي هيحصل في المدن becoming smart cities و green cities ولا لا، وهيحصل فيهم ايه. الاجريكلتشر سيناريوز اتعملت مع الورلد ووتر واليونسكو كتير جدا، واتعملت في كذا حته، و we're looking at perspectives to 2050. ال OECD FAO عملت اوتلوك ل 21، وبقى الووتر سيناريوز اللي انا كنت حاليا بشتغل عليها. بدأنا بالورلد ووتر فيجن اللي عملناها مع الورلد ووتر كونسل مع تحت الكوميشن اللي كنت بعملها. بيل كوسجروف كان هو رئيس ال working team اللي عملت التقرير ده، وكان عنده 8 policy actions. وإنما لما جينا بنتكلم على السيناريوز فور ووتر withdrawals لقينا very interesting التقارير اللي طلعت من السبعينات كان أغلبها بيعتبر more or less continuation of past trends بأنواعها. pre 1980 الأعمار ده كله more or less الكيرف ماشي كده وهيكمل كده. من 80 ل 95 قلنا لا لازم ان احنا ايه نقدر to limit ال rate of water withdrawals. خدوا بالكم limit the rate of water withdrawals، فهتزيد هتستمر انها تزيد، بس هتزيد بقى مش هتزيد بنفس الفظاعه اللي كانت بتزيد بيها، هتزيد اقل كده. بعد كده most recently بعد التسعينات وفي الالفينيات بقى في الالفيه الجديده بدنا نقول لا we have to bend the curve، لازم نقدر ننزلها. وبنربط بقى الحاجات دي بنربطها with very specific actions موجوده في السيناريوز. طب ايه اللي يوصلني من السيناريو ده للسيناريو ده؟ لازم اعمل كذا وكذا وكذا زياده. ايه اللي يوصلني من السيناريو ده للسيناريو ده التحتاني ده؟ لا في additional actions لازم تحصل. إذا ما حصلتش يبقى غالبا هطلع على السيناريو اللي أعلى. إذا عرفت أحققها عديك. إذا حققتها وأخري يبقى هبقى في الميدل سيناريو، وهكذا يعني. فدي بتبقى ده السيناريو بيلدي. وفي بقى في الريبورت بتاع World Water Development في الريبورت الثالث والرابع اللي هو Managing Water Under Uncertainty and Risk. I assume everybody knows the difference between uncertainty and risk, but I will be precise. Risk is something to which you can attach a probability among different possible outcomes. From 0 to 100%, عندي خمسة outcomes، أقول ده مش هيحصل، وده هيحصل 20%، وده probability بتاعته انه يحصل 20%، وده probability بتاعته انه يحصل 50%، وده probability بتاعته 20%، وده probability 10% مثلا يعني. فيبقى I can work out the scenarios, I can put actual probabilities, I can estimate the costs and benefits. If it is, if the costs and benefits are asymmetrical بعمل adjustment. لانه asymmetrical بمعنى ايه؟ انه ما باجيش اقول طب هنا بقى الزيرو equal cost equal benefit is zero، وعندي الستاندرد كيرف بتاعتي دي، ف if I gain or lose لا هقول لك لا انا if I gain it's okay، لا if I lose ممكن يكون catastrophic loss. catastrophic loss الكوستس بتاعتها لازم اديها ويت اكبر قوي عن البنفيتس لو اللوس از catastrophic. ف بس ده برضو I can still factor it in. الانسرتينتي از simply you don't know. في فرق بين I know and I can more or less give probabilities for each possible outcome، وفي فرق ان I don't know. اغلب شغلنا is I don't know. And that's why we need to build scenarios. لانه يعني ال risk factors يعني هديكم مثال برضو لبعض الحاجات يعني الناس اللي عملت ال chlorofluorocarbons عمرهم ما فكروا انه هيعمل حاجه في الاوزون لير. يعني مش مساله ان حد حسبها وقال لك لا اتس ريموت، لا ما كانش حد متخيل
ان الكلوروفلوروكربونز هتأثر على الأوزون لاير، ولولا ان شيرود رولاند وماريو مولينا اكتشفوا الفورمولا واخدوا عليها النوبل برايز، يعني سنة 85 النوبل برايز على ازاي السي اف سيز بتأثر على الأوزون، ما كانش حد مصدق شوية البخاخات والحاجات الريفريجريشن دي اللي تعمل خرم في الأوزون. ايوه. ده طبعا لما كان بيقيم يعمل ايه في السي اف سيز ما حدش ادرجها حتى از اي بوسيبل، يعني كده بس فورم اوف انسرتينتي اللي جايه من اللاك اوف نوليدج. طيب الداينامكس اوف جلوبال فيوتشرز بقى انا بشتغل عليه دلوقتي، اللي هو بندور بدانا بالدرايفنج فورسز، بنشوف على 2050 هنعمل ايه، ووصلنا لل10 درايفرز دول، واحد منهم بوليتكس، لانه لما نتكلم على مياه النيل اولا في 272 نهر في اشتراك ما بين دولتين او يزيد عليه، ف اتس كويت بروبلم، بوليتكس از فيري امبورتنت، بس يعني اتس نوت ان ايزي درايفر. هنا وي ترايد تو ماب الانتر اكشن ما بين الدرايفر والتانيين، طبعا البلاك ده ما فيش حاجه مشتركه ما بينهم لان اتس سيم وان يعني. We try to find the variables المختلفة بتاعتنا هتبقى ايه. Objective بقى is to find the scenario, the path and the necessary actions to reduce water stress, increase environmental sustainability while achieving optimum human well-being. ده ال objective بتاع الاكسرسايز. But what do we do بقى؟ هو ده اللي بنعمله بقى. هبتدي اقول ان انا عندي سيستم بتاع ووتر كونسامبشن اند ويزدرول موجود هنا. السيستم ده فيه تفاعل ما بين التكنولوجي والايكونومي والبوبوليشن سايز اند جروث اللي بيحدد الووتر نيدز او ديماند والايكو سيستمز اند لاند يوز انكلودنج اجريكلتشر، حطيناها في الايكو سيستم اند لاند يوز. دول في تفاعلات ما بينهم. بصورة عامة احنا بنقول ان السهم الاسود is one directional والسهم الازرق is bi directional. يعني الايكو سيستم land use including agriculture bi directional بيتأثر بال well being وال poverty وال equity زي ما ال population size بتأثر، بس ال population size بتأثر directly على الايكو سيستم and land use لان هو نتيجه البوبوليشن سايز مش العكس يعني. فالاسهم الوان السنجل دايركشن يوني دايركشنال ار بلاك والتانيين ار بلو. الميجر لاينز ده ممكن اعتبرهم بلوك سوا، والميجر لاينز طبعا في الووتر ريسورسز الاول از اكزوجينس، انما طبعا الايكو سيستمز اند لاند يوز بتاثر على كلايمت تشينج، التكنولوجي بتاثر على كلايمت تشينج، وبعدين كلايمت تشينج هي هتأثر على الووتر ريسورسز. طيب هاو كم ان ما خليناش البوبوليشن سايز اند جروث تأثر على كلايمت تشينج؟ لأنها بتأثر عليها ثرو الايكو سيستمز وثرو التكنولوجي، ما بتأثرش دايركتلي يعني. A larger population with a low technology impact أو a smaller population with a large technology large extractive industries مثلا industries وبتاع ده هيأثروا أكتر قوي على البتاع عن الفلاحين مثلا يعني أو حاجات زي كده إلا الأجريكلتشر، الأجريكلتشر موجودة هنا مع اللاند يوز. طيب بنطلع من الووتر ريسورسز هنيجي على الووتر ستريس والسستينابيلتي بتاعتنا. دي على طول بتيجي major impact على ال well-being وال poverty وال equity. It's a huge thing. وال water consumption نفسها مش بس through ال water resources، نوع ال consumption and withdrawal بيأثر على water stress and sustainability. هنا بقى عندنا public governance including security. هنا حطينا حاجة مش بس climate change، هنا ال value changes. ال value changes الناس لما بتبقى عندها وعي بيئي بتتصرف تصرفات مختلفة، فبالتالي بيأثر على الويل بينج والبوفرتي والايكويتي وبيأثر على
الايكونومي وبيأثر على البوبوليشن سايز. يعني مثلا مع تعليم المرأة تقريبا دايما الفيرتيليتي بتقل والبوبوليشن جروث ريت بيقل everywhere in the world. يعني more educated women have fewer but healthier children and more educated children almost everywhere. فاذا الفاليو سيستم دي بتتغير. طيب قلنا طيب عايزين بقى نبتدي نشوف الايمج اوف ذا فيوتشر، فعملنا حاجه اسمها ديسكريبتورز او كريتيكال دايمنشنز. هنا محددين 10 والسيناريوز بقى اللي بنبنيها حوالين دول. يعني هنا عندي هاي كلايمت تشينج، هنا لو كلايمت تشينج، هنا جلوبال كوبريشن، هنا انترناشونال كونفليكتس، هنا سستينبل ايكونوميك جروث، ان سستينبل ايكونوميك جروث. وبنقول ان الايمج اوف ذا فيوتشر اللي هتنتج عن السيناريوز بتاعتي هيبقى لها ديفرنت بوزيشنز على كل واحده من دول، على كل كريتيكال دايمنشن. دول بنسميهم الديسكريبتورز اوف ذا ايمج اوف ذا فيوتشر. فالبلوت ناراتيفز ار اوتلايند وذ ريفرنس تو ذا كريتيكال دايمنشنز اللي اتكلمنا عنها. وعملنا مثلا 5 ميجر ناراتيفز اند سيناريوز وذي ونت سميناهم رادار دايجرامز او ساعات بيسموهم سبايدر دايجرامز بس كوبويب دايجرامز في الايكونومكس ليها معنى تاني. اوف ذا دايمنشنز رينج فروم 0 تو 3 على الديسكريبتورز. يعني قلنا طب الديسكريبتورز دي هنديها 0 1 2 3، هنا ده 2 وده 2 وده 2 هنا نزلنا ال 1 فيبقى ذاتس ذا كونفشنال وورلد. الفاليوز بتاعته ما اتحسنتش، الحاجات التانيه از مور اور ليس البنش مارك. ادي الديفرنت ايمجز اللي بتطلع: الكونفليكت وورلد، كونفشنال وورلد، جون ساور، تكنو وورلد، جلوبال كونشسنس. فبيطلع الايمج بتاع ذات يو ار تارجتنج بتبان من الحكايه دي. طيب بالنسبه بقى للووتر فيوتشر سيناريوز، تو ريديزاين الفايف سيناريوز يوزنج ابلايد سيستمز اناليسيس. It has been done. We identified the major external forces related indicators. عملنا review by sector specialists via real-time Delphi. ودي برضو حاجة احنا نقدر نستعملها هنا. Real-time Delphi ده simply stating ان انا طيب انا ما عنديش data كفاية. عملت data معينة. هجيب مجموعة من الناس اللي بيشتغلوا في الحتة دي وبيفهموا وبثق فيهم. يعني اكلم دكتور صلاح سليمان اقول له يا دكتور صلاح انا عندي دلوقتي الاحصاء ان في المنطقه دي في كذا مثلا ما اعرفش 400,000 فدان مزروعين وفي 23,000 فدان بور حصل فيهم مشاكل تملح وبتاع. بما انا بتصور بعد 10 سنين في رايك 23,000 دول هيوصلوا 50,000 ولا 30,000 ولا هيتصلحوا ينزلوا ل 15,000 ولا 10,000. هو بقى بمعرفته بالمنطقه وبمعرفته بايه اللي بيحصل وبمعرفته بالترندز اللي موجوده فيها يقول لي لا انا اتصور انهم يبقوا كذا. فانا اسال 3 4 5 زي الدكتور صلاح سليمان واطلع حاجه وده الرقم ده اللي استعمله. ده الفايت تكنيك. اوكي ما عنديش data but it's a way of estimating through knowledgeable people who will be able to give you a judgment. واجمع كذا judgment واوصل لنتيجه للجادجمنت ده. الريل تايم ان انا وانا بعمل الموديلنج بشوف بقى طيب اقول له بس لا استنى الريت ده هيقتضي، يقول لا بس استنى شويه بقى ده يقتضي انه هيحصل تصليح في مش عارف ال irrigation canals دي وان هيحصل تنظيف لمش عارف ال drainage canal ده وان البتاع دي هتبطل pollution مثلا. يعني في نفس الوقت انا عندي ناس بقى مش صلاح سليمان، ناس بقى زي صلاح سليمان في ال public works مثلا وبتاع في خطه ال public works على المنطقه دي. Do you seriously believe ان ال canal ده هيبقى drained وده مش عارف هيبقى ايه وده مش هيبقى ايه وده سؤال ايه مثلا؟ لا مش هيتعمل قبل 15 سنه او 10 سنين. ما تصورش ده لسه عقبال ما تنطرح العمليه وتاخد طريقها وبتاع ده ما مثلا يعني. اوكي فانا اقول لا يبقى في الحاله دي مش قادر اعمل الحكايه دي ارجع تاني للدكتور. على فكره الحاجات دي مش هتحصل فودي وتيجي لا وقتها بقى 23,000 دول هتلاقيهم 50,000. اوكي فذاتس الريل تايم. الريل تايم ديلفاي بتعمل كده.
يبقى الناس اللي قاعده بتشتغل بقى مش بتشتغل وتطلع ستادي وبعدين تقدم الستادي لمجموعه من الناس تناقشها، بتشرك الناس in real time as I'm working، وبظبط مع السيكتور سبيشالست بتاع الزراعه وبتاع الببليك وركس وبتاع الحاجات دي real time. This is a system which allows me to improve. بعمل tweaking وانا بشتغل عشان اوصل للبست judgment possible في الداتا. ليه؟ لسه قايل لكم من شويه. Because I am in the midst of uncertainty. Uncertainty. ما عنديش ركائز اقدر احط عليها probabilities و risks بالمفهوم بتاع risk. When you're dealing with uncertainty, this is one of the techniques that we can do to deal with uncertainty because there really is no better way. Yeah, nobody knows. طيب هسأل الناس اللي الجادجمنت بتاعهم هيبقى كويس. That's one technique. وبعدين بنعمل identification of the critical dimensions شفتوها، وعملنا بقى الستوري لاينز اللي هم summarized في التقرير ده اللي طلع separate published by UNESCO. نيكست بقى عملنا بارتنرشيب مع الاياسا، اياسا اللي هي طبعا انتوا عارفينها الانترناشونال انستيتيوت فور ابلايد سيستمز اناليسيس، اتس ون اوف ذا بيست اوتفيتس ان ذا وورلد، وتو يوز الابلايد سيستم اند تو انالايز بقى السيناريوز تيكينج اكونت اوف ذا اوبشنز فور اكشن. يعني النقطه بقى اللي بنتكلم عنها ان انت ما زي المثل اللي قلت لكم ده بكلم دوس على فكره البتاع ده مش هيحصل، لا يا عم بقى يبقى وقتها 23000 دي هتبقى 50000، يبقى يو تيك اكونت of the options for action. هيتعمل ولا مش هيتعمل؟ اذا اتعمل اوكي 23000 هتوصل 25000 بس وتقف، لا ممكن توصل ل 50000. That's taking account of the actions. الصفات دي هي تدينا السيستمز اناليسيس. It has to be integrated, interdisciplinary, international, independent, solution oriented, long term trade offs. المقصود بانترناشونال انه مش عايزين نبقى محصورين بناشوناليستيك فيو، يعني لازم يبقى في مساله مش عايزين نسيسها، في مجموعه كده من الناس يقدروا يتعاملوا معاها. عامه لقينا في الموديلنج دي كلها والسيناريوز ان الفاميليز دي كلها متشابكه، يعني يو ريلي كانوت ديفايد ذيم، يعني الحته دي هو الواقع بتاعنا، الواقع بتاعنا في النص بتاع التقاطع دول كله. هنا بقى الفود اند ووتر هو اللي احنا عايزين نركز عليه شويه. الووتر بقى بيجي في جرين ووتر وبلو ووتر، اظن انتوا عارفين الحكايه بتاعت جرين ووتر وبلو ووتر. اي دونت هاف تو نو يو دونت، طب هقولها لك بسرعه. Is the soil water held in unsaturated zone formed by precipitation or available to plants اللي ممكن ياخدوه plants. بلو ووتر اللي هي الريفرز والليكس والويتلاندز اللي هي اللي احنا بنستعملها. ورين ووتر هارفستنج از ات ذا انترفيس اوف ذا تو. For catching runoff and storing it in small reservoirs or possibly underground is called blue water management, while enhancement of soil infiltration is green water management. Irrigated agriculture receives blue water from irrigation as well as green water from precipitation, while rain-fed receives only green water. فاحنا بنقول عامة ان ال fully irrigated systems بتبقى واخدة water من هنا، purely rain-fed بياخد هنا. وده فيلد كونسرفيشن براكتس، سبلمنتال اريجيشن، ووتر هارفستنج، والدرينج طبعا بيمشي في كله، سيرفيس ووتر اريجيشن الى اخره. ده طبعا جزء زي ما بنطلع الزراعه. بالنسبه لنا احنا الديبندنسي ريشوز مهمه، عندنا جزء كبير من الشباب في الجيل اللي جاي وبعد كده هيقل الديبندنسي ريشوز بتاعتنا، هتقل النسبه بتاعت الريشيو اوف 0 تو 20 يير اولز اوفر 65 يير اولز هتبقى ستابيلايزد بعد فتره بتاعه 30 سنه اللي جايه. يعني الاوربنايزيشن بيزيد وعندنا احنا كمان بيزيد في المنطقه بتاعتنا، ففي ماتش هاز بين دان، يعني احنا عندنا تقارير كتيره جدا نقدر ندرسها وندور على حاجات كتيره قوي فيها. يعني اتس نوت از اف وي ار وركينج كومبليتلي اواي. الجلوبال انرجي اسسمنت طلع السنه اللي فاتت وموجود بالوضع ايفولوشن برايمري سورسز، عامل لونج تيرم سيناريو فوركاست مبني على تصورات ميكس وريدكشنز وبتاع الحاجات اللي تقدر تحصل فيها. عايزين نطلع حاجه زي كده للميه احنا، وده الانرجي والسي او 2 ستورج والحاجات دي اللي بيتكلموا عنها. ناو لو جمعنا الحاجات دي وير ار وي
في التصورات بتاعتنا بتاعت المشاكل بالنسبة للعالم كما تصورناه with a 2 degree world اللي هو يزيد 2 degrees من هنا لنهاية القرن. طبعا ده انتهى الحكاية دي، ما مش هنوصل لها يعني، we overshot that a long time ago. فالبيوديفرسيتي loss is much bigger، الclimate change loss is much higher، يعني we are already much higher than where we would want to be. الأخضر كنا عايزين نبقى فين، والنيتروجين سايكل برضو way out، والفوسفورس سايكل جاي وراه اهو قرب يوصل الليميت بتاعه، والجلوبال فريش ووتر يوز ما زال هنا، بس السؤال هنعمل ايه في الحته دي، ده السيناريوز اللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي. اللاند سيستم تشينج هنا، وهنا الاتموسفيريك ايروسول نوت يت كوانتيفايد، والكيميكال بولوشن نوت يت كوانتيفايد، الاوشن اسيديفيكيشن از جروينج فيري رابيدلي والناس مش واخده بالها منها كفايه، الستاتوسفيريك اوزون ديبليشن وي ديد ا فيري جود جوب ان فاكت، احنا وي ونت اب كده وداون كده سنه داون، بس دي من الحاجات القليله جدا اللي فيها بوزيتيف ايفالويشن. في سوشيال كالتشرال ايشوز لايك جندر بقى، دول ار انتجريتد انتو ذا ستراكشر اوف ذا اناليسيس. ازاي؟ يعني عندي مثلا الفاكتورز بتاعت البوليسيز ماركتس انستتيوشنز انفورمال هاوس هولدز بتاع ماشيه كده، الجندر ايكواليتي داخله، ايكونوميك اوبورتيونيتيز انداومنتس ايجنسي رول، دور المراه في المجتمع، الحاجات دي كلها جزء من التفاعل مع الهاوس هولدز ومع التحول الاقتصادي اللي بيتم، وبيقاس كانتر اكتف برودكت. يعني الريسيرش بروجيكتس اللي موجوده بقى في الانتر سيكتورال امباكت موديل انتر كومباريزن بروجيكت، ده بيقول ايه؟ عندنا انتر سيكتورال امباكت ستاديز وفي مودلز مختلفه. طيب تعالوا نرجع بقى نقيم الفاميلي اوف مودلز. زي ما شفتوا في الاول السي لوس الايس لوس، مش كان في فاميلي اوف مودلز كده؟ طب خلينا بقى نقيم تجربه الفاميلي اوف مودلز دي ونطلع انهي واحد احسن، يعني ايه اللي احسنهم وايه اللي مخليهم اقوى من التانيين وايه اللي مخلي التانيين اضعف منهم، بحيث ان احنا نقدر نبتدي refine the kind of model building we do and use some of these models as inputs. The IPCC fifth assessment report is due in 2014 او يمكن 2015، فده هيعمل ال AR5 الناس هيطلع معاه. The World Climate Research Program موجود ال output بتاعته بنبص لها. في ال coupled model inter comparison project ال CMIP5 ده دخلنا في ال P5 period بتاعه اللي هو عايزين نعمل comparison لما اربط models مع بعضها بيحصل ايه؟ Does it accumulate error or is it still robust and under what circumstances? Well, shared socio-economic pathways طبعا that's a separate model بنحاول نعرف منه الحكاية دي، لأن يعني socio-economic inputs the population and GDP shared socio-economic pathways project. هنا عندنا ال global climate projections بالمودلز دي كلها، في regional models زي الcortex، بنطلع ال impact models global، ال regional لسه ما اتعملش عايزين نعمله، وال synthesis of impacts at different levels of global warming ده اللي بيعمله ال IPCC. احنا عايزين نعمل الحته دي quantification of uncertainties وال impact emulators، يعني اقدر اعرف ايه اللي هيقدر يديني هاندل اخش على ال impact areas. But واحد زي بقى يقول لكم واقول في مصر هنا the key to human well-being will be water and food security. وده why this circle هو السيركل اللي انا عايز اركز عليه وبالذات بالنسبه لمصر، هذا في systematic approach on how to handle it for Egypt linked with global efforts. ما بقولش لا كله linked بس هيبقى needed. والproposal on how to do that is this towards a quantitative modeling for Egypt. Since the key sector affected will be agriculture, land loss and saltwater infusion will be a major issue. Almost all agriculture in Egypt is irrigated. Water will be a major constraint. Nile waters will be a problem. Non-rational issue of wheat plantings. يعني الموضوع زراعة القمح دي واخدة
ما حدش بيناقشها مناقشة بنناقشها مناقشة سياسية، لا عايزين الاكتفاء الذاتي. طب ليه بنستنى شوية؟ مش يمكن نعمل حاجة تانية؟ لا مفيش مناقشة في الموضوع ده، فدي عايزة تفكير تاني. ففي الانترناشونال دايمنشن اوف ووتر ماست بي موديل، الهيدرولوجيكال موديلنج بتاع الانتاير نايل بيسن از نيدد كابلد وذ سيناريوز فور ذا اجريمنتس اون نايل ووترز. ومناسبة الاقتراح اللي كان اتعمل على الطين وغيره، وات دو وي دو ويز ليك ناصر، عايزه دراسه لوحدها نعرف فيها عن فيها. ناشونال دايمنشنز اوف ووتر، عندنا ووتر يوز افشنسي، اندر جراوند ووتر، سولت ووتر انتروجن، ريسايكلينج، والكروب سيناريوز اوف فود سكيورتي. فهنضطر نعمل ناشونال اند سب ناشونال اجريكالتشرال موديلنج ويتش ماست انكلود لاند ريكلاميشن، لاند لوس، لاند ديجريديشن، استراتيجي توردز فود سكيورتي اند كروب اوبتمايزيشن. ولما الواحد بيعمل الحاجات دي في حاجه اسمها يلد بنالتي هاز تو بي كالكوليتد انتو الافشنسي جينز، الامباكت اوف ديفرنت فرايتيز، الاكواتيك ريسورسز الاسماك وبحار، احنا عندنا بحر احمر وبحر ابيض غير بحيره ناصر. يعني الحقيقه الاكواتيك ريسورسز بتاعتنا والبحار، بس الاكواتيك ريسورسز بتاعتنا از لا يعني از مينيمال كومبيرد تو البوتنشال بتاعها، البوتنشال بتاعها. ف وبيوند اجريكلتشر بقى في الاربن ايشوز، ميديترينيان كوستال سيتيز، الريد سي سيتيز، الدلتا سيتيز، في الاندستري والانرجي، وعايزين ريجنال بلاننج وبتاع. ف سيريز اوف سيبريت مودلز وير اوتبوت اوف وان ويل بي اكزامند ادابتد اند يوزد از انبوت انتو انذر از بريفربل تو وان بيج انتجريتد موديل. ليه؟ لان احنا لسه الصنعه بتاعتنا ما تطورتش كفايه وهيحصل كيوميليشن اوف ايرور فيها. انا ممكن اديكم الايكويشن اوف كيوميليشن اوف ايرور في الحاجات دي كتير جدا يعني. ف وي ويل يعني ليتس ستارت فروم ذا بيجيننج، وي ويل كونتينيو تو ريلاي اون فود امبورتس. التوتال فود سيلف سفيشنسي انا في رايي از اوت اوف كويستشن اند از نوت ايفن ديزايربل اوبجيكتيف تو تراي فور. فليه؟ لان طبعا العالم كله بيمر بازمه شديده جدا. في الخمسين سنه اللي جايه هنطلع زراعه اكتر من ال 500 سنه اللي قبليها. يعني لازم استيميت التوتال فود برودكشن كان 677 اكسا كالوري، انا متوقعين في ال 50 سنه 730. اميزنج. يعني طبعا البوبليشن العالم كانت قليله قوي. فلينكس تو جلوبال مودلز، لازم نعمل ايه؟ انترناشونال فود كروب برايسز، لايكلي افيلابيلتي اوف امبورتس، thinking about virtual water. معناها لما بحط 3000 طن ميه عشان اطلع طن رز او 4000 طن ميه، لما بستورد طن رز كاني حافظت على 3000 طن ميه، 1200 طن ميه عشان اطلع طن قمح وهكذا. designing crop optimization strategy what is optimum و comparative advantage في مصر nationally and internationally. ففي فريم ورك عملناه مع افري، انا اشتغلت مع افري طبعا، كنت رئيس النظام ده في التسعينات وبعد كده اشتغلت معاهم في اللونج تيرم فوركاست بتاعتهم. ففي السيناريوز اند موديل انبوتس والموديلنج اجريكلتشر برودكشن فود سكيورتي والووتر مودلز، الثلاثه دول بيشتغلوا مع بعض. بيشتغلوا ازاي؟ بيشتغلوا كده يعني، حاولت احافظ على نفس الالوان، البلوك ده والبلوك ده والبلوك ده اهو، البلوك اللي فوق والبلوك الوسطاني واللي على اليمين ده بتاع الميه. ففي الووتر سبلاي رينيوبل وافكتيف يوز ومش عارف ايه، وايه بيروح اريجيشن، الووتر ديماند بتعمل ازاي، والكلايمت سيناريوز هتخش وتاثر على الحاجات دي، والحاجات دي تتفاعل مع بعضها. هنا هنبتدي الاول من هنا بقى كده، في موديل انبوتس اند سيناريو ديفينيشنز، السبلاي ديماند اند تريد داتا من هنجيبها من يوروستات وافري واليو ان والورلد بانك ومش عارف ايه. في اربن جروث تشينجز، لان ده بيأثر على بوث الزراعه والانتاج من ناحيه والاستهلاك بتاع الحاجه من ناحيه ثانيه. في انكم جروث بروجكشنز، بوبيليشن جروث بروجكشنز، اريا الاستيستيز وذ ريسبكت تو كروب برايسز. هل لو انا بزرع 1000 فدان قطن السنه دي، لو سعر القطن زاد السنه الجايه 10%، هل هيزيدوا 10% هما كمان ولا هيزيدوا 5% ولا مش هيزيدوا لفتره؟ ما ده وات وي كول في الايكونومكس ان الاستيستي. الاستيستي دي الريسبونس بتاع الاستيستي دي جايه وات از ذا ريسبونس اوف ديفرنت كروبس تو ديفرنت برايس سيجنالز.
لانه ده هيخش معايا في الاوبتمايزيشن اوف كروب ارياز اليلد الاستيسيتيز وذ ريسبكت تو كروب ليبر اند كابيتال برايسز. هل الناس هتقول ان هصرف زياده بحيث يطلع لي زياده قد ايه بالنسبه للبرايس بتاعتها والاريا اند ييلد انيوال جروث ريتس. فدول كلهم مع بعض دول هيدوني ديماند بروجكشنز هنا وده هيديني سبلاي بروجكشنز وهطلع الدوميستيك برايسز كومبير تو وورلد از ا فانكشن اوف وورلد برايس تريد ويجز وماركتنج مارجن ودول بيخشوا هنا برضو ايضا مع هذا. الديماند بروجكشن بتاعتي بتطلع ايه بتديني بتخش على الووتر ديماند بتاعي اللي هو التفاعل مع الووتر سبلاي اللي فوق ده التفاعل ما بين الووتر ديماند ووتر سبلاي هيدخل لي الووتر ساعات الووتر داخله للزراعه وهتاثر على السبلاي بروجكشن بتاعتي بالنسبه للميه. كلايمت تشينج داخل من هنا وهياثر على الووتر سبلاي وهيتفاعل معايا مع الووتر ديماند. الديماند بروجكشن دي والنت تريد اللي هستعمله في الاكسبورتس والامبورتس في الزراعه الاحصاءات اللي كان جابها دكتور صلاح وكنت بفرطها لكم من شويه التيبل الثانيه دي هي دي بيبقى لها امباكت على المال نوتريشن المال نوتريشن ريزلتس اللي بتحصل في البلد. والنت تريد بيديني وورلد تريد بالانس في الامبورتس والاكسبورتس وده ادجست الورلد برايس لما بيبقى في عجز تطلع الى اخره. فبيحصل ايتريشن فور وورلد ماركت كليرنج ميكانيزم بحيث لما اخش على الدوميستيك برايسز مع المودل انبوتس دي كلها بيتغير بناء على الورلد ماركت كليرنج ميكانيزم بتاع الماركت ده. من الناحيه دي بيعمل لي ايه برضو بيعمل لي ابديت في الانبوتس اند جو تو نيكست يير واجي هنا واحط الحكايه في النيكست يير عشان اقدر اخش في النيو انبوتس اللي طلعت نتيجه السنه السابقه. فده الفود موديل وده الانبوت موديل وده الووتر موديل فده الووتر اند فود اند يعني اوفر اول ستراكشر. وذين ذات في بقى ماني سب موديلز فيري كومبليكيتد انتر كونكتد انتر اكتنج موديلز and there's a real risk to try to endogenize everything. لو حطينا endogenization لو في غلطه هتتراكم وهنلاقي ال results بتطلع garbage. Not because there's garbage in garbage out garbage in بس inside الميكانيزم نفسه بيتحنها بشكل مش مناسب. فعشان اقدر افهم اللي جوه ده بيحصل ايه لازم افصفصه شويه. فلما اشتغل في حته وابص فيها اوكي هاخد الناتج ده واحطه في الحته اللي بعديها مش هسيبه يعمله لوحده كله. يخش في الحته اللي بعديها انا استريحت الناتج ده هعمل بقى الحته اللي بعديها الحته بقى. لغايه ما ابني الاستراكشر ده لما هبني الاستراكشر ده هقدر بقى ابتدي اعمل سيميوليشنز واعمل سيميوليشنز بقى هرجع تاني للريل تايم دلفاي تكنيكس واكلم الناس اللي خبراء لان عندي نقص في الداتا كنا بنتكلم اصلا في نقص في الداتا فانا لازم هرجع تاني اعمل الحكايه دي عشان ابني النولج ده. فالاناليتيكال كابيتال بتاعتي هتشوف فالكي ستيبس هتبقى ايه بقى؟ كي ستيبس كالاتي review the global situation في الامباكت فريم ورك اللي احنا لسه عارضينه دلوقتي. في بنحتاج اكس انتي جي اي اس اناليسيس اللي هي الصور بتاعت الارض الزراعيه المصريه، الارض اللي تحت الاستصلاح، الاراضي اللي بتتاخد من الزراعه الى اخره كل ده. في سوات دريم موديلنج هقول لكم عليه دلوقتي على طول وفي ديفلوبينج ان ايجيبشن ستراتيجي مبني على هذا الكلام. Once we do that we have to recheck with the evolving global scenarios. ما هو يمكن توقعاتنا بتاعت الجلوبال دايمنشن is too optimistic out of date لازم نرجع نعمل لها real life وانتجريت بقى حاجه انا بسميها البفر اسبيكتس. يعني ما ينفعش ان ارسم استراتيجيه لدوله على اساس ان زي واحد كده بيمشي على حبل. مش لازم اعمل حاجه فيها بفر كده. Ideally no regrets انما من غير نو ريجريس يبقى عندي مارجن ان اقدر اشغل الحاجه فيها. فلو خدت الامباكت فريم ورك ده اللي احنا شفناه دلوقتي ده بقى الموديلنج تولز بتاعته. الجي اي اس بيديني الاكس انتي اناليسيس كرايتيريا بيزد وباي بيكسل. السويل اند ووتر اسسمنت تول اللي هو السوات على فكره انا بتكلم هنا في الزراعه فما بنتكلمش على السوات SWOT اللي هو Strength, Weakness, Opportunities and Threats. بنتكلم على Soil and Water Assessment Tool. ده مهم عشان الـ Predictive Modeling at Hydrological Response على Unit Level وعلى Cost Benefit وعلى Environmental Constraints
اللي كنت بتتكلم عنها، الطينه ومش الطينه والابزوربت كاباسيتي بتاعت السويل والهيدرولوجي بتاعت السويل بيدولوجي بتاع الحاجات دي هتبقى شكلها ايه. فعندي سوات بيديني الموديلنج بتاع ده، وفي الدريم اللي هو الدايناميك ريسيرش ايفالويشن فور مانجمنت، ده حاجه ثانيه برضو بتخش على الموديل. الجي اي اس ليترشر واكسبندشر ريفيو ده بيدينا ان اكس بوست اناليسيس، هل كلامنا كان سليم، ايه اهميه الجندر والانستتيوشنز والفاينانشال ابزوربشن كابابل. يعني في افريقيا مثلا اقول لكم 80% من الفود برودكشن از برودوسد باي ويمن، فالجندر دايمنشن از اكستريملي امبورتنت في سب سهارن افريكان كانتريز. ايمي اللي هي الانترناشونال ووتر مانجمنت انستتيوت عملت اجريكلتشر ووتر مانجمنت وذي ور انكوربوريتد انتو افريز موديلنج افورتس. فايه هي الاجريكلتشر ووتر مانجمنت سولوشنز دي بقى؟ مبنيه على تكنولوجيز كوميونتي امباورمنت وامبروفد انيبلنج انفايرمنت. تكنولوجيز زي البامبس والدريب اريجيشن ووتر هارفستنج وكونسرفيشن اجريكلتشر. والكوميونتي امباورمنت قد ايه بنسهل، يعني مثلا الارشاد الزراعي ومش عارف ايه وايه، وهاو دو وي ريتش اوت بارتيكولي فور ويمن في لسه بقولك على افريقيا. والانيبلنج انفايرمنت بقى، هل في بوليسيز وانستتيوشنز وسبلاي تشينز وحاجات تخلي الابزوربشن اوف نيو تكنولوجيز يمشي ولا لا. جينا بقى ايه، طبقنا الحاجات دي على الدول اللي بالاخضر دي، فدول اتعملوا عليهم دراسات كامله، وبناء على الدراسات دي، ودي الهند يعني مش حاجه صغيره يعني، اتعمل بقى ايه الاوبتمايزيشن اوف ذا مودلز، وبتطبقها دلوقتي على الازرق حته اللي هي الاج ووتر دي. فايس 3 يير بروجكت بيشتغلوا عليه، موستلي سب سهارن افريكا زي ما انتم شايفين، فمهم الحكايه دي. طيب اندر ذا اجريكلتشر ووتر مانجمنت سولوشنز بتجد ادي انواع الحاجات، التوتال اجريكلتشر ده الابلايد سولوشنز، وده بقى فيجيتابلز ميز ويت رايس اذر. تقريبا فين التكنيكس بتروح، فين بتستعمل مع اني تايب اوف برودكشن. فذي شيفتد جروينج سيزونز واكسباندد كالتيفيتد ارياز باي ادوبتنج بيتر تكنولوجي، معناها تكنولوجي بسيطه اغلبها يعني. طب احنا تعالى بقى الاكس انتي جي اي اس اناليسيس، ده مهم جدا في حاجتين، من ناحيه الرورال بوبوليشن بيزد اريا ابلكيشن اريا باي بيسن باي ريفر بيسن، هقول عندي مناطق ريفيه في الحوض النهر ده، باي اريا البوبوليشن تشتغل في الحته دي، الزراعه موجوده في الحته دي. عندي من ناحيه ثانيه بايوفيزيكال سوتابيليتي، يعني بتحدد برضو وات يو كان ابلاي ان وات اريا، ما هو مش كل حاجه فيها حاجه، في ناس بس ما فيش اتس نوت سوتابل، يعني هلاقي ناس عايشين في الواحات ما ينفعش نعمل لهم اريجيتد ووتر زي الناس اللي في الوادي جنب النيل يعني، فهضطر اعمل لهم بامبس واعمل لهم يعني، ففي فيزيكال حاجات. المهم بقى ان الفاينل ابلكيشن اريا اوف اني تكنولوجي از ديتيرمند باي ذا مينيمم اوف 1 اند 2، يعني you have to overlay them كده، اما الرورال بوبوليشن مش موجوده والارض، يعني روسيا مثلا ما شاء الله عندهم اراضي ما لهاش حدود، انما at the same time ما فيش populations to accept. احنا عندنا populations ما شاء الله بس البايوفيزيكال suitability، فاحنا هنبقى constrained by the smaller of the two في الابلكيشن بتاعتنا. فهنا بقى نطلع نمرة أربعة بقى الـ population reached by basin by the technology بالنتيجة. Let's skip descriptions of the complicated applications، هقولكوا في key ratios وبنعمل assumptions وبتاع، بنقدر نوصل في الآخر إلى إن الـ household number participation individual by area وبتاع، تبتدي بقى بالـ graded population by basin وتضرب في إفريز national district application والميجر مش عارف إيه، المهم توصل في الآخر application area by basin. And within the application areas بقى بنعمل topography و rainfall و runoff وبتاع، وهنا بقى التكنولوجيز اهي. الأبتيك بتاع التكنولوجيز هيديبند على variables معينة، ودي الريزلتس بتاعتها كلها بتتعمل. فيو هاف overlays of different factors، biophysical factors، socioeconomic factors، policy factors، technology factors، والoverlays بتاعتها بتطلع لك الابلكيشن هتبقى قد ايه، by which you can predict في الموديل how much your water use efficiency is going to increase.
whether it is يعني ما أنا ممكن أقول أنا السياسة بتاعتي إن أنا هأضرب الووتر يوز افشنسي بتاعتي في 7 مرات. It's not technically feasible. مش دي مش سياسة، ده واحد بيتكلم كده يعني. لا يعني أحلام زي يعني اللي إحنا شايفينه. لا مش ما عنديش الوسائل اللي أقدر أحققها بيها. طب الوسائل زي ما كنا بنقول I have to take the lesser of the two. هنا I have to apply that عشان أوصل للconclusions بتاعتي. الكلام بقول لكم ده مش غريب، ده اتطبق من الجماعة بتوع المراكز الدولية دي على كل ده، كل areas دي are covered by these models اللي بقول لكم عليها. دول كل small reservoirs، دول in situ water harvesting، دول الموتر بامب availability. مش بذمتكم فضيحة ان احنا في مصر ما عندناش حاجات كده؟ يعني حاجة تحزن يعني الأفارقة دول عندهم الحاجات دي واحنا طيب. ما انا هقول لك بقى ما اللي عملوا الحاجات دي مجموعة صغيرة قوي من التكنيكال اكسبرتس مع سام جود ويل من الناس الموجودين المحليين وسام استيميتس وسام فاريشن طلعوا الحاجات دي، فهنقدر نعمل نفس الحكاية. ده بقى السكيلينج اب، الديتيل ستاديز اتعملت فين وبيعملوا الستاديز عليها، ده الجندر دايمنشنز interactive database on gendered farming systems مش عارف ايه في سب سهارا اخر. السوات دريم موديلنج بقى نرجع تاني اللي هو السويل اند ووتر اسسمنت تول، فبيستعمل الارك جي اي اس اند اذر فانكشناليتيز. ده قلنا عليه. الدريم ده از نوت تو بي كونفيوزد على فكره وذ ذا داست ريجنال اتموسفيريك موديل، برضه مسمينه دريم. برضه بيستعمل في الووتر والبتاع ده، عملوه في برشلونه سوبر كومبيوتنج سنتر، بس ده واحد تاني. احنا بنتكلم على الدايناميك ريسيرش ايفالويشن مانجمنت تول. في ال NCEP ايتا موديل ده عاملينه الجماعه بتوع نوا، ونوا حاليا يعني رئيسة نوا صديقتي جدا وجات لنا انا مرتين ثلاثة، فاكر يا صلاح جين لوبتشينكو لنا، شيز ان انفيرومنتال ساينتست يعني، هي ست اوسيانوجرافر يعني اصلا يعني. فال NCEP Climate Forecast System in the case بتاع IFPRI اخذوا version 2 was developed at the Environmental Modeling Center of the National Center for Environmental Prediction at NOAA. NOAA دي طبعا هي الامريكان ايجنسي، الناشونال اوسيانيك اند اتموسفيريك ايجنسي، يعني هم اهم حاجه بتشتغل في الحاجات دي. It's fully coupled model representing interaction between the oceans, land and atmosphere. It became operational in March 2011. يعني لسه نسبيا حديثه جدا الكلام اللي بنتكلم فيه. السوات الابلكيشنز بتاعته على الانهر دي، كل الريفر بيسنز دي اتعملت. في دراسه اتعملت للنيل بس انا عايز ادور عليها ما شفتهاش لسه، لازم زملائنا بتوع معهد بحوث الميه عندهم نسخه منها نشوفها. الاسامبشنز هتبقى وات كروبس كالتيفيتد اندر ويتش ووتر مانجمنت تكنيك، وير ذي ار لوكيتد اند وين، لان جروينج سيزونز طبعا مهمه. فبتعمل كروب ميكس اوبتمايزيشن you basically هنا بقى ده المشكله، وماكسمايز نت ريفينيو. تصور يعني احنا بنعمل ماكسمايزيشن نت ريفينيو، تيجي في مصر بقى يقول لك ماليش دعوه بالنت ريفينيو، انا عايز ازود القمح. you see this is why لما كنت بقول ان انت يكون لا انا عايز اكتفاء ذاتي بالقمح، محدش يجي يكلمني في ان انا بعتمد على ان استورد قمح لغايه دلوقتي. طيب ما هو يمكن القمح يا جماعه is not the best thing ان احنا نطلعها، يعني نطلع شويه قمح ونجيب حاجات ثانيه. اشمعنى يعني كات فلاورز الاروماتكس الفروتس والفيجيتابلز والحاجات دي كلها والاورنمنتالز دي كلها عندها هيوج ايكونوميك فاليو. هولندا بتطلع $150 متر المربع من الصوب، يعني ده زي ما قلت للناس ده ايجار شقق مفروشه، ده مش زراعه. اللي طلع $150 من المتر المربع، مش من الفدان، من المتر المربع. فاحنا هنقيس بنطلع قد ايه من القمح بالفدان يعني؟ لا احنا عندنا ليميتد لاند، ليميتد ووتر، ليميتد بتاع ده، لوتس اوف ليبر. خلينا نفكر في حاجه هاي فاليو. اني واي الايكويشنز موجوده، وي كان لوك ات، اي كود ران ثرو ات وان باي وان، بس مش عايز اطيل عليكم. انما ده اللي موجوده البيلت ان فور ذات بارت اوف ذا اي دبليو ام موديل، ودي الديسيجن فاريبلز. هنا بقى عندي الديسيجن فاريبلز بلانتنج اريا، هزرع قد ايه السنه دي من اني كروب،
will input variables, the initial crop price, the irrigation costs, other production costs, will initial production اللي ببتدي بيها. وبعدين ال X ante analysis, the maximum area with irrigation potential, إيه اللي أقدر أعمله وإيه اللي أقدر ما أعملوش. اللي كنا بنقول both the biophysical والpopulation لازم أخذ الأصغر منه. وبعدين ال variables that are estimated by SWOT بقى أدخلها تاني اللي هي crop yield or increased crop yield as a result of better technologies, the water use intensity, well amount of water that is initially available for irrigation اللي هو هنتكلم قد ايه من ال 55 مليون متر مكعب. هعمل ايه على طول هطرح منها اللي انا محتاج له للزراعه اظن اللي محتاج له للمدن وللمصانع ودول هطلعهم الاول ويبقى الباقي potentially available للزراعه. الفاريبلز بقى that are estimated by DREAM is the crop price by dollar ton. فلما الواحد بيعمل السوات والدريم سوا ويربطهم مع الانبوتس بيطلع ده الريليشن شيب بتوين الفاريبلز اللي موجودين في المودلز دي. الانسرتينتيز ما احنا رجعنا تاني للانسرتينتيز ان بريدكتيف موديلنج بيزيد لما بتبتدي من بعد الهيدرولوجيكال سيميليشن للكروب اريجيشن للكروب ميكس اوبتمايزيشن. لان كروب ميكس اوبتمايزيشن داخل فيه التكنولوجي وداخل فيه المايه وداخل فيه الاسعار وداخل فيه القرارات السياسيه ودخل في التوسع او عدم التوسع في البتاع ده، دخل الكروب روتيشن بوليسي، الورلد برايسز. ف عقبال ما انزل تحت نسبه الانسرتينتي زادت جدا. والفوق يعني مور اور ليس اقدر اقول انه soil evaporation compensation amount of water اللي هيجي لنا ال 55 مليون متر مكعب مليون اتسترا يعني ببقى مور اور ليس within parameters اقدر اشتغل بيهم. السنسيتيفيتي اناليسيس بقى، فانا ما عندي انسى بعمل السنسيتيفيتي اناليسيس بقول طيب هفترض بقى لان ما عنديش الحاجات دي لو عملت projections based on that هقعد اغير بقى اعمل plus or minus 25% plus or minus 25% per pumps ground water availability بعمل abstraction rate twice or less وهكذا. والclimate change بقى همشي على الفوركاست of different scenarios الموجودين. بناء على ده بقى يبقى عندي the makings to develop an Egyptian strategy بالنسبة للدلتا وبالنسبة للوادي ولباقي مصر. Rechecking بقى with evolving global scenarios لأنه الهيدرو جلوبال بيتعمل وإحنا دلوقتي بنحضر long term scenarios بتاعته. الهيدرو جلوبال ده بيطلع لي the precipitation وبيطلع منه ال evapotranspiration يفضل surface water. السيرفس ووتر ران اوف ده اللي اقدر استعمله وبحوله هنا بيسن باي بيسن عشان اوصل للاريجيشن رينج وكل الحاجات الموجوده دي هنا. السيرفس ووتر له برضه بيركوليشن ولو كمان هقدر احسب انه مش بس بيروح كده انما لازم اساسا يطلع على هو والران اوف بيروح على ريزيدنشال والاندستريال وهاخده كفانكشن اوف جي دي بي بير كابيتا. قدر استعمال الميه از فانكشن اوف جي دي بي بير كابيتا of which I will treat as a residual available for irrigation what goes to the agricultural sector غير ده هينزل من الامطار. ما دام جبت دي بقى بروح لل identification of the yield penalty اللي هي الwater والcrop yield penalty for choosing this particular selection of crops, the price, the change of cropping pattern ده based على الequation اللي وريتها لكم بتاع الoptimization اللي بتحصل او ما بتحصلش بقى على حسب بنعمل ايه. هندخل فيها حاجز باوندري كونديشن سياسي لا مش عايزين القمح يقل عن كذا نو ماتر وات ذا اوبتمايزيشن سيز ذاتس بوسيبل تو. في بقى حاجه اسمها سبارس اديتيف مودلز. سبام مودلز دي طبعا اخواننا بتوع الاي تي مش السبام اللي في ذهنكم مش السبام بتاعكم السبام سبارس اديتيف عشان كده بكتبها وذ سمول بي. قلت لهم على فكره بقول لشروط روبنسون don't write it with a capital P. It has a different meaning. فهي السبارس اديتيف مودلز دي it combines sparse linear programming modeling linear modeling and additive non-parametric regression. يعني ده بقى techniques to improve the algorithm which allows us to fit ال curves في المودلز better يعني. Even when the number of covariates is larger than the sample size. ودي تهمنا احنا ليه بقى انا حطيتها هنا ليه؟ لان احنا وي ستارت فروم ذا بوزيشن اللي انتوا كلكم قلتم عليها ان احنا عندنا فيري ليميتد داتا وانا قلت لكم طيب هنجتهد طب هيبقى فيري سمول سامبل سايز فان انفاريبلي
هيبقى عندك ال number of covariates هيبقى larger than the sample size. ولذلك السبام ده is a good technique to use, بيحسن الالجوريزم بتاعك. في cost, technical cost فيه. It decouples the smoothing or sparsity, enables the use of arbitrary non-parametric smoothers. Okay, وقتها هنرجع تاني للدلفاي تكنيك. دكتور صلاح 23,000 هيبقوا 50 ولا 30؟ معلش هندخل حاجات arbitrary non-parametric smoothers عشان نقدر نقول هنوصل لدي ازاي وفين. بس هقوي نفسي بالنسبه للكوفاريانس مع الليمتد سامبل سايز يعني. بالنسبة بقى للبرايس، دي نقطة مهمة أوي. الأجريكالتشرال كوموديتي والورلد برايس والكونتري برايس ار نوت ذا سيم. الإفبري عاملة الموديل ده في 126 بيسن بتوع العالم، وفي ريجنز وكونتري أجريجيتس 115. الاثنين دول سوا عاملة منهم 281 اف بي يوز. الاف بي يوز ده فود برودكشن يونتس، ودول اللي هي يعني منطقة كده على بعضها مسمينها فود برودكشن يونت لحاجة معينة. بيعملوا لهم اجريجيشن على الاوتبوتس بتاعتهم اللي هتحصل، ومن الريجنال كانتري اور اجريجيتس بنطلع الكونسامشن باترن بتاع ال 115 دوله. يعني مصر بتاخد قمح قد ايه، وهيطلع قد ايه قمح. فلما نعمل اجريجيشن لده ونعمل اجريجيشن لده طبعا معلش هنرجع برضو للسبلاي والديماند والتقاطع بتاع الكيرف، وهنطلع برايس، وفي برايس بروموشن وبتاع مش عارف ايه. فهيطلع كليرنج اوف ذا وورلد ماركت برايسز. بيدين الورلد ماركت ده بيبقى كلير وذ ا سيرتن برايس بلس الانفنتوري اللي في البافر ستوكس بتزيد وبتقل قد ايه، فيبقى الابزوربتيف كاباسيتي على البافر ستوكس. الورلد ماركت بقى هيدين الورلد ماركت برايس. الورلد ماركت برايس ده اللي هو بشتغل بيه، اللي هو زي ما الجدول اللي حطيته الاول اللي ادهولي صلاح على قد ايه القمح بيزيد في الست شهور اللي فاتت. Who determines this؟ هنا الموديل ده بقى بيحاول يتنبأ سنه بعد سنه بعد سنه ده الاسعار هتبقى ازاي. Because there is a global buffer stock policy, we should have a national buffer stock policy as well. فالحقيقه يعني ده الرينج، وزي ما انتم شايفين في كميه شغل عالمي شغال في حاجات دي، هيئات كتيره جدا، كميات ضخمه جدا من الدراسات، ايش على افريقيا وايش على الهند وايش على بتاع، يعني في شغل مهول خارجي. انا عايز يبقى عندنا فريق هنا بيشتغل في الحاجات دي، بحيث ان انا اقدر اجيب 80% من الناس دي اقدر اجيبهم هنا. بس لما اجيبهم يبقى في انتر اكشن، يبقى احنا بنعمل شغلنا وهم بيعملوا شغلهم، وناخد وندي مع بعض، وما احنا نستفيد منهم اكتر من ان احنا نيجي نسمع لهم محاضره وبس. طيب how do we organize for action؟ ده اللي عملناه للميه. الميه في بروجكت دايركتور اللي هو بيل كوزجروف، وفي هنا البروجكت جروب، دول بقى بيعملوا السيناريوز والموديلنج والاناليسيس والرايتنج والمش عارف ايه وبتاع. حواليهم سيكتور ادفايزري جروب، بابليك اند برايفت سيكتور، والشيرز بتاعتهم تو سيت ان ذا جوفرنينج بورد. ده مجموعه من الناس اللي هم زي يا دكتور صلاح 23,000 دول ايه؟ هم دول موجودين كده بيشتغلوا مع دول وبيقولوا لهم كل حاجه. دول اكسترا اكسبرتس، ده الكور تيم بيحتاجوا يعني مور اور ليس فول تايم بيبل بيشتغلوا هنا، وده في انذر جروب اوف اكسبرتس كده يعني اللي بيجي يوم في الاسبوع، اللي بيجي يومين في الشهر، واللي يعني حاجات كده بيعمل انبوتس في حاجات معينه بس. فده الكور تيم، والسيكتور ادفايزري جروب ده اللي هو بيتفاعل معهم في الحكايه دي. في مجموعه ثانيه دي اللي انا برأسها اللي هي السيناريو فوكس جروب. دول بقى احنا الجماعه دي تقدم لنا السيناريو واحنا نعلق عليه. ده مش ريل تايم بقى. هنا دول اللي معاهم تفاعل مور اور ليس ريل تايم، هنا احنا معانا نقول لا السيناريو ده مش ريزنبل، لا احنا عايزين نعمل تويكينج في الحته دي، لا مش عارف ايه، ارجع تاني شوف ده. I think الباوندري كونديشنز تقل شويه. يعني دول مجموعه من زي ما بنقول كده الجراي هيرد او النو هيرد بيبل، حسب مين يعني، ديبندنج على وات يو سي، اللي هم يعني كده عندهم خبره دوليه كبيره او كفر ده. لا انتوا لسه صغيرين كلكم. فدول اللي بيبقوا في الحته دي هم اللي يعني وي هيلب ذات. في جوفرنينج بورد بقى للهول اكسرسايز عشان تفاعل مع الحكومات والمؤسسات الدوليه وبتاع، وفي سكرتاريه بقى،
وطبعا الدايركتور مع الجوفرنينج بورد والسكرتاريا والكور تيم. انا شايف انه اكشولي يعني السكرتاريا بتخدم على الدايركتور وعلى الجوفرنينج بورد. انا اذنكم. الو 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 بس انا في محاضره دلوقتي لغايه مثلا الساعه 4 بعد الظهر. فيلم ان شاء الله انا اول ما هشوف الميديا انا هرجع لك على طول. لا الو انا محمد. انا ما عرفتش ارد عليك بس اتصلت بيه. لا ما يجراش حاجه. اوكي يعني مفيش حاجه يعني وكله ماشي. وكله ماشي والميعاد فيكس يوم الاربعاء ان شاء الله. لا احنا عشان الاعلان يتحط لانه ما كانش فيه اعلان يبقى مش هيجي فيه ينفع يعني. اوكي بتصير. طيب معلش ما اكونش ساكت لو بعتيلي الـ documents عشان
كده بقى نضيفها للداتا بيس بتاعتها، فده كويس ان انا اضيفها فيها يعني. طيب كلمتني حضرتك اكتر قبل كده، ابعتها لي على المكتبه. طرحه ما كانش عنده مشكله، طرحه هو كده ويقول انا مش فاهم هو مين. وبعدين برضه احنا مش هنسيب اي واحد اي زي بعض لو حبيت. بس انا بقول انك انت لو بعتت البوست النهارده او بكره تقول كم تبيع على خلال والنتائج كانت كويسه. الدراسة دي شاملة انهي الفوق كله ولا شاملة اجزاء ولا ايه؟ على مصر العزيز لا يرد له طلب. Anyway, this question انا كنت خلصت على اي حال، كنت وصلت how will we organize ourselves to handle it here. هقول حاجه واحده بس اخيره هنا، watch out. لما الواحد بيبني مودلز، وانا بنيت مودلز كتير في حياتي، وماي فيرست انترناشونال ريبيوتيشن واز بيلت اون بيلدينج اكستريملي كومبلكس مودلز in the 70s، وكانت الكمبيوترز متخلفه جدا وقتها، كانت لسه بالبانش كاردز ونحطهم في البتاع، وكان لسه الكالكوليترز الميكانيكال تشك 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 يحسب كده وحاجات كده، كانت تعبانه جدا، كانت حاجات ما تعرفوهاش انتوا دي كلها. فالريل دينجر ان الواحد يقعد يفكر في العلاقات وبتاع ويبني حاجات اليجنت، it looks very elegant كل حاجه، وبعدين الريزلتس بتاعتها بتطلع غلط لانه في كيميليشن اوف ايرور بتحصل جواها. احنا بنتكلم على حاجه اكستريملي كومبليكيتد، احنا عايزين نضم بوليسيز وبروجكتس من كل الحاجات دي، كل الحاجات دي. ف in some way or another it touches all these fields يعني. فدي عامله زي الروبكس كيوب كده، it looks impossible to resolve but experience shows that it can be mastered and solved, and that's what we want to do here. المودلز دي كلها هتقدر تطلع لنا حاجة محترمة. فده يعني الجزء بقى، في جزء بتاع الريزيلينس بتاع الدلتا، وفي جزء على الووتر اند فود سكيورتي وتأثير الكلايمت تشينج عليه دايركتلي اند اندايركتلي بكل التفاعلات المختلفة اللي موجودة فيه، لأنه that's the reality.
سعر ال الويت بيأثر فينا. رئاسة الجمهورية تاني يا مصوري. ألو؟ لا هو مرة أيوة. أنت قلت بلاش، قلت لي بلاش نكلمه عشان ما يسيسش الأمر. هو كان في دراسه الحقيقه خلال السنتين اللي فاتوا دول بيشتغل فيها يونيب مع بتوع الري وزاره البيئه اللي هي خاصه بالبوتنشال ايكونوميك امباكت للكلايمت تشينج على مصر. فدي من ضمن الحاجات اللي عملوا اطلاق للداتا بتاعه الدراسه يوم الخميس اللي فات، انا ما كنتش موجود الحقيقه. فمحمد بيومي لسه مكلمني دلوقتي طريقها بالنسبه لنا احنا ديفنتلي حدنا. ده كان معاهم دكتور سميث اللي هو البي اي بالظبط، فهو كان على اونلاين معاهم خلال الاجتماع بتاع يوم الخميس. عشان ده كده مستغرب جدا ازاي الوزيره قالت الكلام الثاني ده برضه يوم الخميس. نفس اليوم؟ نفس اليوم. كلايمت تشينج يعني هم بيعملوا دراسه على الامباكت، ايكونوميك امباكت اوف كلايمت تشينج، وهي بتطلع على طبعا انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي على كميه المعلومات اللي احنا يعني كان كتير مننا كانت جديده عليه، وبتهيالي يعني كلنا قاعدين نفكر كل واحد فينا هيعمل ايه في الحكايه دي يعني. بلس احساس تاني جالنا ان احنا يعني طب احنا بنعمل ايه في الجامعه يعني، يعني اذا كان الحاجات دي كلها بتطلع واحنا عندنا اكسبرتس في اماكن كتيره، طب ليه الناس دي ما بتشتغلش مع بعض وتطلع حاجات كده؟ ف يعني وي هاف يعني حضرتك يو ريزد سيفرال كويستشنز واكيد دايره في اذهنه معظم الناس اللي موجوده، بلس اسئلتهم عن هم هيكون دورهم ايه او هيعملوا ايه او هنبتدي منين. طبعا دي كلها حاجات محتاجين نتكلم فيها مع بعض. بس انا كان لي سؤال تكنيكال، يعني حضرتك ورتنا السوات موديل وورتنا الخرائط اللي طلعت وموجوده في افريقيا، ف وات واز ذا ريسبونس من الديسيجن ميكرز على مستوى البوليتكس؟ هل استخدموا فعلا الريزلتس اللي طالعه دي؟ هل غيروا في الاركيتكتشر اوف كروب برودكشن؟ هل غيروا الباترن اوف اريجيشن؟ يعني هل كان في ريسبونس من الديسيجن ميكرز ولا لا؟ ولو كان في يعني ريسبونس هاو ماتش كان يعني البنفيت اللي رجعت على الناس ان تيرمز طبعا اوف ايكونوميك بنفيتس او ويلفير او حاجات زي كده. فدول سؤالين يعني عليها. ولا انا يعني اقتراحي ان انا حاسبكم تفكروا بينكم وبين بعض وات يو وود لايك تو دو، ونبقى ناخد جلسه ثانيه كده نقول اوكي ذيس از هاو وي جوينت تو اورجنايز اور تيم ومين هيعمل ايه وازاي اند وات وي جوينت تو لوك ات. انا لا اقدر اقول لكم عليه ان الدكتور مجدي نية هو جنبي هنا والاستاذ صلاح جنبي هنا، كل امكانيات المكتبه افيلبل عندنا، سوبر كومبيوتنج فاسيلتي ملهاش مثيل في مصر، عندنا فيرتشوال رياليتي تشامبر نعمل 3 دايمنشنال سيميليشنز اف يو نيد تو وي كان دو ذات، عندنا زملاء في الاي تي ما لهمش مثيل في العالم، وده مش كلمتي انا بس، كلمه الناس اللي بره بيقولوا الكلام ده عليهم، ويعني ده فاكتشوال يعني فدي اول حاجه. الفاسيلتيز قاعات اجتماعات صالات مش عارف ايه، نوضب سيمينارات نعمل مش عارف كل ده افيلبل. زي ما انتم شايفين الحمد لله الفاسيلتيز بتاعتنا ار از جود از ذي كم،
يعني this room اللي احنا فيها دي was designed for the President of the Republic. لأنه كان بيجي كل سنة بيقابل رؤساء الجامعات على بسطة السلم هنا في مركز المؤتمرات. وبعد ما يقابل رؤساء الجامعات كان بيخش يقابل زمان كان بيخش يقابل الطلبة فينا. فأنا لا احنا مكتبة اسكندرية دلوقتي دي بقت مكتبة اسكندرية لازم يبقى في قاعة اجتماعات تنفع لرؤساء الجامعات. ويسكن عملنا الرقه دي تحت امركم كمان. لا يعني كل حاجه تحت امركم ومش بس القاعه دي والقاعات الثانيه. وانت شفت القاعات الثانيه في المكتبه الحمد لله الفاسيلتيز كلها موجوده. كل ده ذا مين ثينج ان احنا عايزين نسهل على الناس. ف كمبيوترز موجوده, اناليتيكال كابابيلتيز موجوده, سيميليشن بوسيبيليتيز ملهاش حدود. وي كان دو وات ايفر يو ريكواير. مانجينج هيوج داتا سيتس وي كان دو ذات از ويل. اديتكم مثل بالمدونه العربيه او اللغه العربيه يعني ايماجين تيبل 100 مليون لاينز و16 روز يعني تخيلي حجم التعامل. وشفتوا انتوا قبل كده الماس ستورج ديفايسز بتاعتنا. مجلات عندنا اكتر من 50,000 دورية افيلبل تحت امركم. فيعني الانفراستراكشر فور ذا ريسيرش موجودة وتحت امركم. احنا هنا نعدي الشارع يعني المسألة مش احنا يعني اتس ان اكستنشن اوف يو يعني مش فدي اول حاجة فهي موجودة. السؤال بقى مين اللي مهتم انه يدرس ايه وهنعمل ايه؟ هي دي القضية. فدي اللي عايزه ان احنا يعني تفكروا فيه وتصوروا تصورات معينه. وانا مستعد. انا زي ما قلت لكم ادي شاءت ظروف ان انا بشتغل في حاجات كتير قوي يعني من شكسبير للمودلز او زي ديك شفت المودلز للفرنكوفونيه اللي مش عارف ايه حاجات كتير قوي. انما لاعاده نشر التراث الاسلامي فداخل في نتوركس كتيرة جدا. انما بالذات بالنسبة للحكاية دي لان كنت رئيس البحث الزراعي العالمي لمدة 7 سنين. اعرف جزء كبير قوي من الناس اللي بيشتغلوا زي بتوع الاف بي وبتوع مش عارف اللي فيها السكند بارت كلها. جزء يعني انا في المجموعة بتاعت المية دلوقتي اللي كان ليها دور في المية من 15 سنة في الحاجات دي. انا بدأت الحاجات دي مع بيل كوزجروف والجماعه دول كلهم من القدام بتوعنا ونعرفهم كلهم. نعرف ناس من اللي بيشتغلوا في نوا وبتاع وجبناهم قبل كده في المكتبه يعني جين لوبشينكو كانت مرتين في المكتبه عندنا. نجيبها تاني ونجيب ناس تانيه تاني. مستعد اجيب الناس دي كلها بس اساسا عايز ان احنا الاول نبني نفسنا. ولما نبني نفسنا ويبقى عندنا تيم كده وبدانا نشتغل وبتاع نبتدي انا اجيب لكم كل الناس دي. كلهم وزياده واللي بيشتغل في ده والحاجات الجديده. المهم بس يبقى عندنا يعني زي ما بنقول في البيولوجي يبقى في ريسبتور سايت يعني ان ما تبقاش مجرد يعني زياره وحد وناس تيجي وتدي محاضره او تعمل نعمل سيمينار لمده يوم ويمشي. انا عايز يبقى في كنتيجه له هيبقى في انتر اكشن ونتورك وده بقى يربط مع ده والعالم ده يربط مع العالم ده والعالم المصري بيربط مع العالم الخارجي هو نوز بقى ات ايفولفز انتو جوينت بيبرز في حاجات ثانيه ومش هو كده بقى ذاتس هاو نتوركينج از دان يعني. فاحنا عايزين ان احنا الاول المشكله اديك قلتيها وي دونت توك تو ايتش اذر يعني احنا داخل مصر كده كل واحد وكل مجموعه وكل كليه بتشتغل لوحدها. فاحنا لو نقدر نوسع القاعده دي واللي معاه يعني وابتدي نعمل انتر ديسيبلينري ورك. واحنا في المكتبه هندي كل الفرشه الايديل يعني ومفيش حاجه مش موجوده هنا يعني يو نيد فيديو كونفرنسنج مع حد في حته ثانيه في العالم وي كان ارينج يعني محتاج ماسيف فايل شيرنج واف تي بيز ومش عارف ايه وبتاع وي كان ارينج اول اوف يعني الانفراستراكشر موجود. و the next step is really يعني up to us to decide هنعمل ايه وبعدين هنبدا نعمل الحاجات التانية. يعني I think ان احنا سوري كنت محتاج تقول حاجة.
يعني after this background اللي احنا يعني كلنا سمعناه من حضرتك، بتهيألي كل واحد فينا وحضرتك صلح لي اذا انا يعني تصوري محتاج تعديل، كل واحد فينا بتهيألي محتاج ان هو يراجع الكلام ده تاني من الانترنت ويشوف هو ممكن يعمل ايه بالظبط، ويعمل سيرش اكتر على المجالات المختلفة اللي ممكن يبقى تساعده، وبعدين we meet again and then we see what we can do. However احنا يعني يمكن one missing point ان احنا we will need one contact person هنا في المكتبة. طبعا حضرتك مشغول all the time، مش هنبقى يعني طول الوقت قادرين نلاقي حضرتك يعني متاح لضيق الوقت، فاحنا we need a contact person بحيث ان احنا when we want to meet, when we want to explore any idea او كده قبل ما نوصل يعني المرحلة ان احنا نقعد مع حضرتك، ف we need somebody to arrange with. انا اقول لحضرتك الدكاترة اهو دكتور صلاح سليمان والدكتور مجدي ناجي، كل ما هو ميثودولوجي وتكنيك وموديلنج الدكتور مجدي ناجي اكتر من اي حد، والدكتور صلاح بيئه وزراعه وميه، يعني ثلاثه هنا وثلاثه هنا والاثنين يقدروا شير ان ذا لوجيك كمان في اللي انتوا عايزين. يوسف صلاح طبعا وزملائي يقدروا يشتركوا معاهم كمان، انما هم موحولين في حاجات تانية، بس هم هيبقوا موجودين يعني برضو معاكم. انما لو عايزه الانتري بوينت زائد طبعا ان الاثنين في الجامعه كمان، يعني الاثنين بوث في الجامعه، يعني الاثنين هم واخدين على انهم يعدوا الشارع، فارجو ان هيشجعوا بقيه الناس انهم يعدوا الشارع معاهم، مش كده يا دكتور مجدي ولا ايه؟ لانهم الاثنين في الجامعه والاثنين هنا، فيعني عايزين ان المساله دي، فهم ريلي دي ار دي موست ابروبريت همزه وصل في الموضوع ده. بس what you need to do right now is to think about it. انا اهم حاجه I think you got a feeling of the scale and magnitude of the task اللي احنا بنتكلم عنه. لذلك انا بستغرب لما ساعات بقابل بعض الناس، خلاص طب تعال لك ايه نقعد ونكتب مذكره ونبعتها للوزير. ايه الوزير ايه؟ انا بتكلم في عايزين نعمل دراسات هتاخد شهور، هتاخد سنين، مش هتتعمل في يوم وليله، مش وعايزه ديتا وعايزه يعني لا، في سيريس ورك، مش مجرد مذكره هكتبها كده ده قرار سياسي حاجه مستعجله، دي حاجه ثانيه. انما وي نيد تو جيت عارفه الدعكه بتاعت الريل ريسيرش دي ما بتجيش كده. ف يعني يو جوت ا فليفر، وبعدين اي ثينك يو اولسو جوت ا فليفر ان في هيوج اماونت اوف ورك بتعمل في كل حته، ونقدر نوصل بيه ونجيب الناس دي ونتكلم فيها. يعني الريزيلينس اوف ديتا ده كل المجموعه الهولنديه دي انا اجيبها لكم هنا كلها، بس احنا نفكر فيها شويه ونحضر نفسنا ونشوف ايه اللي ونبتدي. يعني في حاجه ممكن تبتدوا بيها يعني a young graduate student is the right person to do this، اللي هي literature surveys. ايه التقارير اللي اتعملت في مصر؟ ايه اللي موجود في عين شمس؟ وايه اللي موجود في القاهره؟ وايه اللي موجود في مش عارف مركز دراسات المياه ومركز دراسات الصحراء ومش عارف ايه؟ طبعا انتوا عارفين ايه اللي موجود في اسكندريه، انما يعني نجمع الحاجات دي ونعمل كده زي بيبلوجرافيز وريبورتس، ونحاول نجيب كوبيز منها ونتحدى على الاقل كده just to get a flavor of what is going on. وبعدين يعني that's something we can do immediately، وبعدين نشوف حتى maybe we want to increase the number of people بناء على التقارير والابحاث اللي بتتعمل. يعني ما شفتش انا الدراسه بتاعت يونيب ده، انما انا عارف الدراسه اللي اتعملت مع البنك الدولي، في مجموعه من الناس اشتغلوا على الكلايمت تشينج امباكتس وافكتس، واحنا عارفين بعضهم بعضهم لا، انما اللي مش عارفينهم هنحاول نجيبهم معانا برضو at some point. بس الكور لازم يبقوا انتوا في اسكندريه، that's going to be the core. يعني ده والتانيين برضو يعني يبقى زي الفيرست سيركل والسكند سيركل حواليه الجامعات المصريه الثانيه والمراكز البحثيه المصريه الثانيه، وبعدين بقى يبقى بقيه العالم بقى ندخله معانا كمان. Whatever it takes we will do it. But in the end بالاصح يعني whatever it takes we will facilitate it. انما it takes اساسا the willingness of the people. يعني هي دي ممكن بس تعليق. انا بشكر سعادتك على الانيشيتيف، طبعا دي حاجه تشرفنا جميعا، بس انا ليا كونسيرن يعني. بس يعني دلوقتي حضرتك حطيت من ضمن الدرايفنج فورس البوليتكس، يعني احنا وي ويل دو اور بيست يعني، بس
هل احنا متاكدين ان البوليتكس في مصر من ضمن الدرايفنج فورس؟ دي ده سؤال. Let me specify to what extent I mean we meant that politics is a driving force في الحاجات اللي حطيناها، اللي هي في الاخر انه في النهايه الباحث ما بياخدش القرار، اللي بياخد القرار هو صانع القرار اللي هو شخصيه سياسيه. Okay. شخصيه سياسيه بتتاثر بالمناخ السياسي. يعني مش هنضحك على نفسنا ان في اي حته في الدنيا الناس بتعمل بيورلي راشنال اوبتيمال ساينتفك. لا طبعا هو في خارج السياسه ليها دور كبير جدا ليها دور. فاحنا بس بنقول كسبورت، انما يعني انا مش عايز. لا احنا اعتبرها ان اكزوجينس فاريبل. احنا دلوقتي بنعمل كده وبنقول طيب زي ما قلت في الاول احنا شغلتنا ان احنا هنقدم لصانع القرار الاوبشنز والحاجات بالابروبريت كوستس اند بنفيتس بتاعتها، ونقول له ذيز ار تكنيكلي فيزبل، ذيس از نوت تكنيكلي فيزبل، ده هيكسلفك كذا. وفي الاخر تشوف. اسمح لي سيادتك، انا بس هدي مثل بسيط جدا جدا وكان اخذ رايي انا فيه وقلت رايي في لجنه من اللجان كتير قوي عندنا في مصر يعني. ففي كان في سيناء كان في الاراضي اللي بتتباع بالمزاد عشان الخريجين واهالي سيناء والى اخره. فوزارة الزراعة قالوا هنعمل مزاد وهنبيع الأراضي اللي هي قريبة من الإسماعيلية. طيب قبل ما تبيعوا الأراضي دي أو تطرحوا المزاد لازم يبقى في كونتاكت مع السكان الأصليين للمكان، السيناويين لازم يبقى لهم حق يعني قرار في هذا الموضوع، لأنهم واضعين يدهم على الأرض دي، وهتيجي تعمل مزاد هيقول لك ما أنتش داخل الأرض. لا احنا واخدين احتياطاتنا وعاملين ومسوين. راحوا السيناويين بوظوا لهم المزاد والمزاد اتلغى، واكيد حضراتكم سمعتوا عن الكلام ده. اتلغى المزاد وما عرفوش يبيعوا فدان واحد بس. رجعوا عملوا كومبرمايزيشن تاني مع السيناويين. طيب ما من البدايه كان لازم الديسيجن ميكر برضو ياخد راي او يسمع. اللهم ايه بقى اذا كان الديسيجن ميكر ده از ريال ساينتست، يعني اما يبقى ريال ساينتست هيبقى البوينت اوف فيو بتاعه فيري وايد وعارف هو بيعمل ايه. يعني ما يبقاش الواحد عمال يشتغل طول عمره ومنتهى امله انه هيبقى وزير، واما يبقى وزير يبقى قاعد عشان يمضي شويه اوراق. فدي يعني ده الكونسيرن بتاعي الاساسي في اي اجري وذ يو. اقول لك ايه بس وي ليف ان امبرفكت وورلد، يعني الورلد اللي احنا عايشين فيه هنعمل فيه ايه؟ يعني ممكن تكون لي يعني توضيح للكلام اللي قاله الدكتور. الحقيقه احنا هنا مجتمع علمي بنتناول القضايا والمواضيع من المنظور العلمي، بمعنى أصح إذا كان في مشكلة إحنا بنراها بنحط الأدوات إن إحنا ندرس هذه المشكلة، وبعدين بنحط مجموعة من الحلول لهذه المشكلة، بنختبر الحلول لهذه المشكلة ونشوف أيهما أفضل. في النهاية بتنتهي بنتيجة كباحث أنت وأنا وكل الباحثين. هذه النتائج لما تبقى مجموعة كبيرة زي اللي قاعدة له، نتكلم على سبجكت أو موضوع معين، نتكلم على تغير المناخ، بنتكلم على السي ليفل رايزنج، بنتكلم على الاستخدامات الجديدة في البيوتكنولوجي، وات ايفر يعني السبجكت اللي احنا كأكاديميين بندرسه. هنوصل لمجموعة من مش هقول حقائق وإنما النتائج اللي هي مؤكدة وبيأكدها البحث العلمي بتاعنا. بتنتهي إلى رؤى وحلول، بحط الرؤى والحلول في صيغة مناسبة بقى لصانع القرار، مش صيغة اللي هي الميثودولوجي والريفيو اوف ليترتشر والكلام اللي احنا كلنا عارفينه، انما بوليسي بريف او اكزيكتيف سامريز او وات ايفر، ودي وايت بيبرز يعني كلها بتتقدم للمسؤول. يرى بيها او ما يراش ده مش يعني هتنتهي احنا علاقتنا عند التوصيل بتاعت هذه ال اسمح لي يا دكتور خليني بس اقول لك انا على نقطة مهمة جدا، لان احنا عملنا هنا في نفس القاعة دي. لقيت ان احنا او لقينا ان احنا عندنا مجموعه كبيره جدا من الزملاء الخريجين من الجامعات خاصه اليابانيه في الفتره العشر سنوات الاخرانيه، وعندنا عدد كبير جدا من البيوتكنولوجيست انا بقول انهم محترمين جدا جدا جدا. لما جبتهم وقعدنا هنا في هذه القاعه قلنا كل واحد بيعمل ايه وعايز يعمل ايه وايه المشكله بتاعته وعنده ايه من المشكله بتاعته اللي يحل المشكله بتاعته من ادوات ونقصه منها ايه. واحنا قاعدين في القعده دي اتضح ان كلنا عندنا الادوات اللي تحل كل المشاكل اللي موجوده، بس انا عندي ادوات تحل جزء من مشكلتي
والدكتور مجدي عنده أدوات تحل جزء من مشكلته، وعنده أدوات من اللي بتحل مشكلته هو وهي عنده تلزمني عشان تحل جزء تاني من مشكلتي. لو حصل ده ما بيننا كباحثين أعتقد إن احنا يعني هننجح بدرجة كبيرة جدا. أنا كنت في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور رسمي جاي عندكم كمان أسبوعين، عندكم معمل مجهز على أعلى مستوى، والمشكلة إنه لما اتبنى ما تحطش حساب الكهرباء وال يعني يسير. في ريجنال سنتر للبايو اكويفالنسي، بايو اكويفالنسي وبايو افيلابيلتي موجود عندنا، لانه المدينه مش مرخصه سنتر. المباني فالدوله ما وصلت لهاش الكهرباء. يعني احنا في كونفليكت مع جهاز مدينه برج العرب لان المباني بتاعتنا لم تروح، وصلت بقى لها 7 شهور. انا فوجئت بالكلام ده وانا في الاستيت الاسبوع اللي فات. الاجهزه وصلت بقى لها 7-8 شهور، يعني بعد 2-3 شهور هتبقى الضمان بتاعها انتهى ولم تشغل. وبتكلم على جهاز كروماتوجراف ماس بيك، وبتكلم على اتش بي، يعني حاجات جن، يعني حاجه قال الواحد اوت. يعني احنا شغالين بقى لنا 10 سنين مطلعين ابحاث يعني وهو الى اخره. طلعت الحكايه دي على الترابيزه دي وغف عفوا عني. لا لا ابدا، هو طبعا ده واقع واحنا عايزين. مش للدرجه بس يعني. لا انا عندي في الكليه حسن، دي ده بالنسبة لي أنا معاكم لقاء أولي، عشان يعني كنت عايز أرسم الخطوط العريضة والإطار العام بتاع المشكلة وحجم النوع العمل اللي بنتكلم عنه. يعني عندكم two very clear problems I've gone through، واحد بتاع الريزيلينس بتاع الدلتا، والثاني الخاص بتاع الفود سيكيورتي والووتر. every one of them is a major major issue. عايز شغل وعايز دعك وعايز تفكير وعايز inputs interdisciplinary من الناس كلها. عايز ان احنا ننظم نفسنا كفريق عمل. عشان كده نهيت في الاخر بالطريقة اللي احنا بنشتغل فيها في الووتر سيناريوز بتاعت 2050 دي، وريتكم ودول بيعملوا interaction ودول بيراجعوا السيناريوز لما تطلع، والgoverning board هتاخد هي الصورة الاخرية اتسترا، عشان اديكوا بس افكار. لما in the end يعني you need to spend some time together. احنا you have obviously my commitment to this and my colleagues I know عندهم نفس الكوميتمنت، بس للاسف انا مضطر اسيبكم دلوقتي، ولكن مهتم يعني الحقيقه جدا بنتائج الكلام اللي بينكم وبين بعض هتعملوا ايه. وتاكدوا ان يعني to the extent of your willingness and commitment this is the beginning and not the end. وشكرا لكم، وربنا يوفقكم دايما في اللي انتم بتعملوه. ناوي ريبورت لحضرتك. ايوه يا فندم.